السلام عليكم طلب الطب الأنبار المرحلة الثالثة المحاضرة الثانية بمادة الجراحة للكورس الأول. الشوك، هاي موضوع المحاضرة مال اليوم. طبعا الشوك من أهم المواضيع بالجراحة، إذا ما كان هو الأهم، فلهذا راح نشرحه بالبداية بطريقة سهلة تظل ببالكم، بعدين نبدأ بالملزمة. كلمة شوك أولا شنو تعريفها؟ التعريف مالها It is a generalized state of systemic tissue under perfusion، معناتها ان كل الانسجة الموجودة بالجسم ما جاي يوصلها دم كافي. هاي الفكرة من كلمة شوك، كل انسجة الجسم سواء مثلا عندنا الاطراف، سواء عندنا المعدة، سواء عندنا الكدني، ايا يكن، كلها الدم اللي واصلها الدم قليل. A generalized state of systemic، هنا المفروض كلمة tissue under perfusion، هذا معنات كلمة الشوك. يعني هذا التعريف إذا نسويه بشكل مصغر، إذا مثلا أنا قطعت الدم مال البرفيوجن بس على مثلا إيدي، بس جبت تورنيكا شديتها على إيدي، فبالتالي البرفيوجن اللي وصل الإيدي قليل، هذا يصير local tissue under perfusion، هذا يسمونه إسكيميا. شوف كلمة إسكيميا يعني نقدر نقول عليها هي المصغر مال الشوك، ولا هي نفس الفكرة. يعني شنو يصير بالشوك؟ يصير بالإسكيميا، بس فكرة إسكيميا، الإسكيميا المصطلح ينطلق إذا أكو تشو واحد أو منطقة واحدة بالجسم هي البرفيوجن مالتها قليل، وإنما الشوك لا، كل الجسم جاي وصل لدم قليل. هاي الفكرة، هذا التعريف. فهو it is a shock, it is a generalized state of systemic tissue under perfusion. Under perfusion معناته الدم الجاي وصل قليل. خلينا نفهم هو شنو يصير بالجسم بالحالة الطبيعية بوجود الدم، وشنو يصير بحالة الشوك. من نفهم هاي الفكرة كل العلامات الساينز والسيمتومز مالت الشوك كلها تصير واضحة، كلها تنفهم، يعني مجرد بس تفكر بيها راح تعرفها. هسه راح نقول هاي الباثوفيسيولوجي. بالحالة الطبيعية هذا هنا هذا المخطط، بالحالة الطبيعية عندنا هذا الشريان جاي تمشي بهاي كريات الدم الحمر، على اساس هذا الرسم مالي هنا عندنا كريات الدم الحمر جاي تمشي بها اكسجين، هاي من توصل هذا الشريان راح يوصل لهذا النسيج الفلاني، ايا يكن النسيج، راح شنو النسيج راح ياخذ عندنا ثاني اكسيد الكربون من الدم، من كريات الدم الحمر راح ياخذها، راح يسوي شيء اسمه الايروبيك جلايكوليسيس، يعني التحلل السكري الهوائي اللي هو اكسجين زائد جلوكوز، راح ينتج لنا طاقه اي تي بي اللي هي ضروريه للفعاليات مالت الايض مال الخليه، ميتابوليك يعني الميتابوليزم مال الخليه، زائد الباي برودكت اللي هو يعني المخلفات ثاني اكسيد الكربون. هاي بالحاله الطبيعيه، بحاله ان الدم جاي يجري بالشرايين بسلاسه والدم محمل بالاكسجين فيوصل للنسيج، النسيج يسوي ايروبيك جلايكوليسيس على مود ينتج طاقه، والطاقه ضروريه بحياه الخليه، بدون طاقه الخليه تموت. ولكن لأي سبب من الأسباب هذا الفوق هذا المخطط صار الدم اللي جاي يوصل للنسيج قليل، فبالتالي شنو صار؟ الأكسجين اللي واصل للنسيج الـ O2 قليل، فهنا الخلية ما راح تقدر تنتج طاقة عن طريق حرق الجلوكوز بالأكسجين، فراح تتحول من الإيروبيك جلايكوليسيس عن طريق الأكسجين إلى الأن إيروبيك جلايكوليسيس اللي هو الجلوكوز اللي هو مصدر الطاقة، راح يتحول إلى طاقة ATP. طبعا الكمية الATP اللي تنتج بهاي العملية مال الأنيروبيك يعني جدا قليلة، على ما أتذكر هنا 2 ATP فقط، بينما بالأيروبيك جلايكوليسيس 36 على ما أتذكر، يعني بس الفكرة أن بالأيروبيك كمية الATP هائلة مقارنة بالأنيروبيك، فراح ينتج لنا ATP زائد هنا الباي برودكت، مو ثاني أكسيد الكربون، لا، الباي برودكت هنا لاكتيك أسيد، هذا اللاكتيك أسيد الحامض اللبني هو يكون الباي برودكت. هسه احنا فهمنا تحول من الايروبيك الى النان ايروبيك، فبالتالي احنا حصلنا طاقه بكميات ضئيله وحصلنا الباي برودكت شنو؟ لاكتيك اسيد. زين اذا استمر هذا الدم ما جاي يوصل للنسيج لفترات طويله، استمر هذا نقصان الاندر برفيوجن للانسجه ظل استمر لفترات طويله، يعني هل الخليه راح تتحمل هاي الفتره كلها ان ايروبيك جلايكوليسيس، خصوصا انه ينتج ATP جدا قليل، ما يكفي الميتابوليك اكتيفيتي اوف ذا سيل؟ اكيد ما راح تقدر، ما راح تقاوم الخليه.
نهاية هاي الفكرة إنه راح تموت الخلية إذا استمر هذا التشيو under perfusion، الدم الواصل للنسيج كميات قليلة لفترات طويلة، الخلية راح تموت، راح يصير عندنا cellular death. من تموت الخلية، الخلايا ما كل الخلايا الموجودة بالجسم نسبة البوتاسيوم اللي بيها عالية، يعني هو البوتاسيوم موجود بداخل الخلايا، صحيح موجود بالدم يعني موجود بالدم بس بنسبة جدا ضئيلة، بس من تموت الخلية راح تحرر نسبة هائلة من البوتاسيوم، فبالتالي نسبة البوتاسيوم بالدم راح ترتفع جدا. نسبة البوتاسيوم بالدم راح ترتفع جدا، يسمونها المصطلح هايبر كاليميا، اللي هو ارتفاع بنسبة البوتاسيوم في بالدم. فكملخص شنو صار عندنا التغيرات بحالة الشوك بحالة الأندر بريفيوجن؟ هو كان أول شيء صار عندنا إسكيميا، اللي هو نقصان بالدم، الدم لهذا التشيو ما جاي يوصل له، تمام؟ بس هي جنرالايز كل أنحاء الجسم. إحنا جاي نأخذ مثال، يعني عندنا إسكيميا نقدر نقولها من أندر بريفيوجن، نفس الكلام، بس مثل ما قلنا إسكيميا مصغر الشوك. المهم دم ما جاي يوصل، الدم للنسيج قليل، إسكيميك، هذا النسيج إسكيميك. زائد صار عندنا تحول من إيروبيك إلى نان إيروبيك، فنتج لنا باي برودكت جديد اللي هو اللاكتيك أسيد. اللاكتيك أسيد هو من اسم أسيد حامض، فشو صار عندنا؟ صار عندنا أسيدوسس، صار عندنا أسيدوسس بالبلد، البي اتش مال البلد انخفضت من 7.4 صارت يعني بدأت تنخفض أقل من 7.4. زائد البوتاسيوم إذا استمر هاي الدم اللي واصل للنسيج قليل، فبالتالي الأكسجين قليل، تحول أن إيروبيك، اي تي بي جدا قليل من الان ايروبيك 2 اي تي بي فقط، فهاي الاي تي بي القليل ما راح يكفي الخليه للميتابوليك اكتيفيتي مالتها، فراح تموت الخليه، فراح يتحرر البوتاسيوم اللي هو مخزون بالخليه، يعني البوتاسيوم اللي بالجسم اغلب 99% من عنده موجود بالخلايا، من ماتت الخلايا طلع البوتاسيوم من الخليه صار بمجرى الدم، فبالتالي صار عندنا ارتفاع بنسبه البوتاسيوم بالدم. هذا نقدر نقول عليه هو هذا الملخص مال الاحداث اللي صارت بها الشوك. إذا فهمنا هسه ما راح نرجع على الملزمة، راح نشوف إن البودي ما راح يسكت، يعني من شاف إنه صار إسكيميا راح يرد، راح يحاول، ومثل بشرح بالمحاضرة الفائتة body response to injury، الجسم أو to stress، الشوك تعتبر stress stressful condition على الجسم، فالجسم راح يرد. إحنا من فهمنا إن ثلاث تغيرات راح نتوقع ردود أفعال الجسم، يعني إحنا من يصير عندنا إسكيميا نقصان بالدم، الجسم شنو راح يسوي؟ راح يسوي vasodilation بأماكن، يوسع شرايين بأماكن، ويقلص شرايين بأماكن ثانية. ليش؟ على مود يحافظ على الدم، يروح الدم بس للأعضاء المهمة الأساسية لبقاء الحياة، بينما الأعضاء الثانية لا، راح يبعد عنها الدم، ما تحتاج هسه دم، يعني هي مو ضرورية للبقاء. فهذا راح شلون نقول، راح يرد على كلمة الإسكيميا أو الأندر بريفيوجن. الأسيدوسس اللي هي زيادة بالحمضية بسبب اللاكتيك أسيد، الجسم راح يسوي كومبنساتوري ميكانيزم، راح يحاول يقلل هاي نسبة الأسيد الموجودة بالبلد. شلون؟ راح يسويك تخليك تتنفس بسرعة، تتنفس بسرعة على مود تطرح ثنائي أكسيد الكربون، يسمونه كومبنساتوري كومبنساتوري ريسبيراتوري الكالوسيس، يعني يخليك تتنفس بسرعة على مود تطرح ثنائي أكسيد الكربون، فيرفع الكالوسيس مالت البلد. يعني هاي هنا راح تصير ردود أفعال الجسم. أما البوتاسيوم اللي هو لا، البوتاسيوم النهاية هنا يعني الجسم فشل، لأن الخلايا ماتت، خلايا ماتت راح يصير عندنا بوتاسيوم، قلنا راح يرتفع هايبر كاليميا. ليش يركز لكم على كلمة البوتاسيوم؟ لأن خل نفرض هسه أنت جبت تورنيكا، جبت تورنيكا، إذا أكو حد ما يعرف تورنيكا شنو التورنيكا، يعني مثل الحزام يشدون على الإيد على مود يقلل البلاد سبلاي، هم مثلا يعني يستخدمونها من يسحبون دم اذا شايفينها. المهم انت نفرض عوفك التورنيك، اجيب انت حزام وشد على ايدك لفترات طويله، راح يقلل الدم الواصل لايدك، فبالتالي انت سويت اسكيميا، انت سويت هسه هذا الكلام اللي حكينا عليه. نهايه هاي الاسكيميا شنو راح يصير؟ راح تموت الخلايا، من ماتت الخلايا تحرر البوتاسيوم بس بالايد. هسه هاي ايدي اللي انا، هاي ايدي هنا اللي أنا قاطع عليها الدم، صار البوتاسيوم موجود بس هنا، ما راح الكل الجسم. ليش؟ لأن أكو هاي التورنيكة هنا صدق البلد سبلاي، تمام؟ أفرض أنت شلت هاي التورنيكة، رجعت السيركوليشن، البوتاسيوم عالي بس بهاي المنطقة، بس بمنطقة إيدي. من أنت شلت التورنيكة لا، فتحت السيركوليشن، راح يمشي الدم من إيدي، راح ينتشر لكل الجسم. من ينتشر لكل الجسم البوتاسيوم
الخطوره مالته ياثر على الهارت، ياثر على الهارت يخليه ما يشتغل. يعني الهارت يتوقف النبض ماله، فبالتالي يعني المريض الهارت ماله يوقف. هاي الفكره من البوتاسيوم يسمونه اسكيميك ريبرفيوجن سيندروم. الاسكيميك ريبرفيوجن سيندروم هي هاي اللي شرحنا، اسكيميا، اسكيميا يعني نقصان دم، من نقصنا الدم بالاخير راح تموت الخلايا فصار عندنا بوتاسيوم. ريبرفيوجن يعني انت رجعت فتحت، حليت الاسكيميا، الاسكيميا اللي صارت حليت السبب مالها اللي هو بهاي الحاله كانت التورنيكا. التورنيك هي كانت مسويه الاسكيميا، انت شلتها فرجع البرفيوجن، سويت ريبرفيوجن، فانتشر الدم اللي كان اصلا اسكيميك اللي هسه بيه بوتاسيوم الباقي الجسم. هم انتشر البوتاسيوم راح يروح على الهارت، راح يوقف عمل الهارت، فانت ممكن تموت المريض. فهاي الحاله هاي مال الاسكيميك ريبرفيوجن سيندروم وين ممكن تصير؟ نفرض سيناريو انت بالمستشفى بالطوارئ وصار انفجار. من صار انفجار راح يجوك كميه مهوله من الناس. انت هنا راح تقسمهم، راح تقسم اكو ناس مثلا مصاب بس بايده، جاي ينزف بس من ايده، واكو شخص ثاني لا مصاب اصابه حرجه يعني ببطنه وجاي ينزف نزيف شديد. انت هنا راح تفكر بيمن؟ راح تفكر اكيد بالمصاب اصابه شديده. هذا المصاب بايده شنو راح تسوي؟ راح تشد عليه التورنيكا بس مجرد تقلل النزيف، تخلي النزيف من ايده وتقدر تعوفه، تعوفه في ساعتين ثلاثه لحد ما انت تخلص اللايف ثريتنينج وترجع على هذا المريض اللي كان مجروح بايده. بس بحاله الانفجار انت راح يصير عليك زخم كلش قوي، ناس هواي، ممكن تنسى هذا الشخص اللي انت شديت ايده بتورنيكا، نسيته، ظلت التورنيكا مشدوده على ايده لمده خلينا نقول مثلا 10 ساعات 12 ساعه نسيته انت. فبالتالي هاي الايد اللي انت شديتها صار بيها اسكيميا، ماتت الخلايا، صار البوتاسيوم موجوده بايده. هذا انت بس تشيل التورنيكا راح تموت المريض، يعني مجرد كان عنده نزيف بايده انت شلت التورنيكا موتته. هذا الحل الوحيد لهذا المريض انك انت تسوي امبيوتيشن للارض، تقص ايده. هذا السبب مالك، انت نسيت، هذا النسيان مالك خلى المريض يفقد ايده. فلهذا انت من تشيل التورنيكا على ايد المريض لازم يعني ابدا ما تنساها، اكثر شيء ممكن 6 ساعات، ورا 6 ساعات لازم تشيله، انت راح تدخله باسكيميا. هاي معنات كلمة اسكيميك ريبرفيوجن سيندروم جدا مهمة. هسه احنا راح ننزل على، هسه عرفنا شنو الشوك اللي هي عبارة عن جنراليزد سيستميك تيشو اندر برفيوجن، كل انسجة الجسم ما جاي يوصلها دم. زين شنو الاسباب اللي تخلي انسجة الجسم ما يوصلها دم؟ الاسباب سهلة، يعني هو الدم القلب يضخها بالشرايين، الشرايين توصل للأنسجة. فيا اما عندنا مشكلة بالقلب بالهارت، يا اما عندنا المشكلة بالشرايين بكل سهولة. نبدي بأولا أول تايب اوف شوك اللي هو يسمونه الهايبوفوليميك. هذا أشهر the most common type of shock اللي هو راح يصير عندنا نزيف. مو يعني اللي الفوليوم اوف بلاد اللي كمية الدم الموجودة بالأنسجة مالتنا قليلة. فما تكفي الانسجه، فبالتالي التشي مالك تصير بها اندر برفيوجن. فالهايبوفوليميا بالغالب ممكن شنو تكون؟ نزيف، شخص ينزف عنده بليدنج، جاي ينزف، فبالتالي كميه الدم الفوليوم اوف بلاد الموجود بالانسجه مالتنا قليل، فهي يسمونها هايبوفوليميك شوك. ممكن يكون غير اسباب النزيف، يعني الفوليوم واحنا البلاد من شنو متكون؟ متكون من البلازما، جزء كبير من عنده بلازما اللي هي شنو؟ عبارة عن ووتر، جزء كبير من عنده ووتر. فأي شيء ممكن يخلي الووتر in our body decreased ممكن يدخلك بهايبوفوليميا، مو شرط بليدنج. يعني مثلا واحد عنده سيفير دياريا، عنده إسهال شديد بحالة الكوليرا، بحالة واحد متمرض عنده كوليرا، الكوليرا تسوي سيفير ووتر دياريا، فبالتالي هو راح يفقد السوائل، يفقد سوائل من جسمه بكميات مهولة، فبالتالي ممكن يدخل بهايبوفوليميك شوك. واحد عنده سيفير فوميتنج، تقيؤ شديد، هم نفس الفكره، راح يفقد السوائل فراح يمكن يدخل بهايبوفوليميك شوك. يعني ممكن يكون بليدنج اور اذر سورسز اوف فلويد لوس. هاي كلمه هايبوفوليميك. زين النوع الثاني اللي هو يسمونه كارديوجينيك شوك اللي هو يعني نقدر نقول عليه بامب فيلير، اللي هو الهارت هو عباره عن مضخه للدم، هاي المضخه راح تخرب، ما راح تتقلص. اي سبب من الاسباب؟ ممكن يكون السبب ان الهارت ما جاي يتقلص، اعتلال بالكهربائيه مالت الهارت، الريثميا. ممكن لا، ممكن يكون جزء من العضله مات، يعني مايوكارديال انفاركشن، ماشي؟ او ممكن يكون المريض عنده هارت فيلير، عنده فشل قلبي،
لاي سبب من الاسباب. هذا الهارت فيلير موضوع يعني موضوع كبير. المهم عنده العضله مالت القلب ما جاي تقدر تتقلص، يسمونها هارت فيلير، فشل قلب. فاي سبب من الاسباب يخلي الهارت ما يشتغل راح يدخلنا في شوك، كارديوجينيك شوك، لان الهارت من ما راح يضخ دم، الدم ما راح يمشي بالشرايين، فبالتالي ما راح يوصل للانسجه. هذا نوع ثاني من انواع الشوك، تمام، الكارديوجينيك شوك. هذا النوع يسمونه اوبستركتيف شوك، اللي هو احنا البلد فوليوم مالنا تمام، كل شيء ما بي، والهارت يشتغل جدا جيد، بس المشكله الدم من الفينز ما جاي يقدر يوصل للهارت. شو السبب ان الدم ما يقدر يوصل للهارت؟ معناته اكو حاجز، اكو اوبستركشن، ضغط جاي يمنع الهارت يدخل للرايت سايد اوف ذا هارت، اللي هو يا اما عندنا يسمونها بريكارديال هو عندنا قبلها يسمون البريكارديوم، اللي هو الغشاء اللي يحيط بالهارت، البريكارديوم ممكن يصير بي سوائل، يعني راح يتجمع السوائل بهذا البريكارديوم. يعني البريكارديوم غشاء يحيط بالقلب، يتكون من طبقتين، طبقه ملاصقه بالهارت يسمونها الفيسرال بريكارديوم، وطبقه خارجيه يسمونها البارايتال ابيكارديوم. بيناتهم اكو يعني سبيس، هذا السبيس ممكن ينترس فلويد، ينترس سوائل، فبالتالي هاي السوائل ضغطت على الهارت، ضغطت سوت عليها ضغط، فبالتالي الفلويد اللي منتجي من الفين على ما تدخل بالرايت سايد اوف ذا هارت ما راح تقدر تدخل، لان الضغط بالهارت كلش عالي، فبالتالي ما راح تقدر تدخل هاي الفلويد، فما راح يرجع البلد للهارت. فهاي يسمونها بريكارديال افيوجن، يعني بريكارديال افيوجن يعني اكو فلويد بالهارت. مرات يكون اكو بلد بالهارت، دم، يعني ممكن اكو تروما، ضربه صارت على الهارت، فبالتالي تجمع دم بالفتحه مالت البريكارديوم، فبالتالي نفس الفكره يسمون هذا بريكارديوم تامبوناد، تمام. او ممكن يكون، او احنا مثل ما نعرف الدم يجي من اللنج على الليفت سايد اوف ذا هارت، الدم المؤكسج الاوكسجينيتد بلاد يجي من اللنج على الليفت سايد اوف ذا هارت. مرات ممكن يكون الدم باللنج البريشر مالها جدا عالي، يعني مثلا شخص عنده يسمونها COPD كرونيك اوبستركتيف بولمونري ديزيز، هو الرئه مالته الضغط اللي بيها جدا عالي، طبعا هاي تاخذونها بالرابع، هذا مرض بالباطنيه، بس المهم الضغط باللنج مال جدا عالي، فالدم ما يقدر يوصل لللنج، فبالتالي ما يقدر يوصل للهارت. فهاي كلمه اوبستركتيف، اكو شيء جاي يقلل البريلود، اللي هو رجوع الدم من انسجه الجسم للهارت، فبالتالي الهارت ما راح يضخ مره ثانيه انسجه الجسم. هاي الاوبستركتيف شوك، هسه هم من نشرحها بالمنزل ما راح اعيد لكم، يعني شوي يجوز هذا استيعابكم لها شوي صعب. هاي الاوبستركتيف شوك. النيوروجينيك شوك الهارت ما بي شيء والدم كميته طبيعيه، بس احنا من يحفز الهارت انه يتقلص؟ اللي يحفزه السمباثاتيك سيستم يفرز الادرينالين، الادرينالين يحفز الهارت انه يتقلص، ويسوي مثلا ويتحكم بالتون اوف ذا فيسلز اللي قلنا يسوي بها فازو دايليشن وفازو كونستركشن. زين تتخيلون وياي انه السمباثاتيك سيستم ماكو، من يروح السمباثاتيك سيستم الهارت ما راح يتقلص، والاوعيه راح يصير بها فازو دايليشن، راح يعني انت هو قلنا صحيح السمباثاتيك يسوي اماكن فازو كونستركشن واماكن يسوي فازو دايليشن، بس احنا من راح نشيله راح يترك الارتري راح يتركه، فالارتري اكيد ما يصير متقلص، راح يصير ريلاكس، يصير بي فازو دايليشن. فالنيوروجينيك شوك يسمونها لوس اوف السمباثاتيك تون، يعني السمباثاتيك سيستم ما راح يشتغل نهائيا، فبالتالي راح يصير عندنا الهارت ما راح يضخ دم، يصير عندنا كاردييك فيلير، بنفس الوقت راح يصير عندنا فازو دايليشن. هاي النيوروجينيك شوك، انه لا لوس اوف السمباثاتيك تون، فبالتالي الادرينالين ما راح يحفز الهارت انه يتقلص، ولا وراح يسوي فازو دايليشن بكل الفيسلز، يعني هو ما موجود. هذا النيوروجينيك شوك. هنا هذه يسمونها الديستربتيف شوك او الديستربيوشن شوك، يعني المشكله بالانتشار مال الاكسجين، يعني الهارت يشتغل وكميه البلد الموجوده بالفيسل طبيعيه، بس هو البلد قلنا احنا بي اكسجين. هذا المخطط هنا جدا واضح، هذا هنا شوفوا.
هذا هنا بلاد فيسل بهاي كريات الدم الحمر هاي وهاي وهاي تحمل اكسجين. هذا الاكسجين هنا هذا النسيج هذا النسيج من يعني هذا وصل النسيج هنا، النسيج شنو راح يسوي؟ راح ياخذ الاكسجين. هذا النسيج راح ياخذ اكسجين راح ياخذ اكسجين راح ياخذ اكسجين. تمام زين. لو نفرض اكو هنا فلويد اكو سوائل، سوائل موجوده هنا بين الشريان وبين النسيج هنا، فبهاي الحالة الأكسجين ما راح يقدر يطلع ويوصل للنسيج، راح يصير هنا راح شلون نقول الووتر هذا الفلويد راح يمنعه ما راح يخليه يروح، فمشكلة بانتشار الأكسجين للأنسجة. هاي يسمونها ديستريبيوتيف شوك، اللي هو عندنا نوعين من عندها يسمونها أنافيلاكتيك شوك. اللي هي هاي الأنافيلاكتيك شوك معناته الشخص متحسس باتجاه مادة معينة، يعني سامعين هاي حساسية من الفول السوداني أو حساسية من النحل أو 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 أنواع من الحساسية. من يدخل هذا الجسم الغريب اللي هو الإنسان يتحسس من عنده، الجسم راح يعني البادي راح يسوي إنفلاماتوري رياكشن، راح يرد عليه رد مناعي. الرد المناعي هذا الإنفلاماتوري رياكشن، أنت من تسمع إنفلاميشن، كلمة إنفلاميشن معناتها فازو دايليشن. هو ليش من يسمى إنفلاميشن اللي هو الرد المناعي يصير فازو دايليشن؟ لأن إحنا نعرف يعني الخلايا المناعية اللي هي موجودة بالبلد، هي إحنا عندنا الوايت بي سي جزء من مكونات الدم اللي هي الخلايا المناعية، يصير فازو دايليشن توسع بالأوعية الدموية وإنكريز كابلير بيرميبلتي على مود هاي الوايت بي سي ترشح تروح على النسيج. هاي الفكرة من عنده رد مناعي. هاي بالحالات الطبيعية مثلا أنا صار عندي إنفلونزا أو شيء، بس بحالة الأنافيلاكتيك شوك هو متحسس من شيء، فالجسم راح يرد عليه رد مناعي جدا قوي، فراح يصير عنده سيفير فازو دايليشن يعني التوسع بالشرايين عالي. والكابيلاري بيرميبيليتي اللي هي شلون نقول النفاذيه مالت الشعيرات الدمويه راح تزداد، فبالتالي السوائل من الفيسلز راح ترشح رشحت هنا وهنا 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 وهنا، فصار أديما داير ما يدور البلد فيسل. هاي الفلويد راح تمنع عبور الاكسجين من البلد فيسل للنسيج. هاي بالنسبه للانافيلاكتيك شوك. السبتيك شوك نفس الشيء، هم راح يصير عندنا فازو دايليشن، لان هو يعني السبتيك معناته اكو مايكرو اورجانيزم، بكتيريا فيروس باراسايت اي شيء جسم معدي دخل للجسم مالنا، فبالتالي راح نرد عليه برد مناعي هم انفلاماتوري رياكشن. يعني الفرق بين الانافيلاكتيك والسبتيك هو نقدر نقول عليه المصدر مالهم. الانافيلاكتيك تحسس شيء انت تتحسس عليه فورن انتيجين، بينما السبتيك لا يعني بكتيريا فيروس او شيء، فبالتالي هم نفس الفكره راح يصير عندنا ليكج اوف فلويد، فبالتالي الاكسجين ما راح يقدر يروح للنسيج. هاي الفكره من الديستريبيوتيف شوك اللي هي بها نوعين انافيلاكتيك وسبتيك شوك. هسه شلون نسوي دايجنوسيس؟ يعني شلون نعرف هذا المريض شوكت او لا؟ بكل سهوله احنا راح نشرحها بالمزم بتفاصيل، بس لتحطونها ببالكم. الشوكت بيشنت المريض اللي على يعني صاير الشوك تشو اندر برفيوجن، مثل ما قلنا راح يصير عنده هايبوتنشن، البلد بريشر ماله ينخفض تمام، والهارت ريت ماله راح يزداد. اللي هاي راح نفهم ان احنا هسه من راح نشوف البد يعني من راح نشرحها بالمزمه ليش الهارت ريت يزداد. اكيد لانه الجسم قلنا راح يرد، يعني هذا التيشو اندر برفيوجن الجسم راح يرد عليه اللي هو يسوي سمباثاتيك اكتيفيشن على مود الضخ مال الدم يزداد. فانت هذين العلامتين نقدر نقول عليهم هن الاساسيات، البلد بريشر مالنا الضغط مالنا منخفض، يعني قلنا هايبوفوليمي هو اشهر انواع الشوك الهايبوفوليميك شوك. يعني انت اذا شكيت هذا المريض شوك بس انت ما عرفت هل هي هايبوفوليميك او سبتك او شيء، شوي ممكن تيجي حالات صعبه ما تعرفها قبل انه هذا يعني هذا جاي ينزف ما تعرف، او هذا عنده انفكشن عنده سبتك شوك. انت من تشك ان هذا يا نوع من انواع الشوك عالجك هايبوفوليميك، لان هي الموست كومن، يعني حتى انت اذا ما متاكد عالجك هايبوفوليميك. وهسه نفهم احنا شلون نعالجه. فبالهايبوفوليميا عندنا البلد بريشر مالنا منخفض، والهارت ريت كوسيله شلون نقول الجسم يحاول يرد على هذا الانخفاض بالبلد بريشر يزيد الضخمه مالت الدم، فبالتالي عندنا الهارت ريت مالنا زائد يعني مرتفع تاكيكارديا تمام. فهذا الدايجنوسيس، البلد بريشر منخفض والهارت ريت مزداد. هاي كقاعده عامه مثل ما قلت لكم الطب ماكو بشيء هو 100%، ماكو شيء هو كتاب، ماكو شيء مليار بالمية. ممكن يجيك مريض الضغط ماله طبيعي، الضغط ماله 120 على 80 بس هو شوك. هسه انت بينك وبين نفسك تقدر توقف الفيديو وتفكر بيه، شلون الضغط ماله طبيعي
هو شوك. شلون المريض جاي ينزف عنده بليدنج والضغط ماله طبيعي، تقدر توقف الفيديو جاوب وتفكر وتلقى الجواب. الجواب مال هذا السالفة انه صحيح الضغط ماله بالجهاز طبيعي، بس ممكن المريض هو اصلا عنده ضغط عالي. يعني قبل لا ينزف المريض، قبل لا يصير عنده نزيف، كان الضغط ماله هو عنده ضغط، الضغط ماله 180 على 110 تمام. هذا ضغط مرتفع جدا عالي، من نزف نزل الضغط ماله وصل للطبيعي. هو هذا مو طبيعي، هو هذا داخل يعني هذا البلد بريشر ماله منخفض نسبة للي كان عنده هو بالحالة الطبيعية مالته. فيعني مثل ما قلت لكم كلمة low blood pressure hypotension هي كقاعدة عامة، بس انت لازم تشيك المريض، سأله انت عندك ضغط قبل؟ راح يقول لك ايه انا عندي ضغط. فانت عرفت انه 120 على 80 مو ضغط طبيعي، هذا منخفض، يعني هو كان عنده ضغط، كان عنده 180 على 110. هاي حطوها ببالكم، يعني كلمة hypotension هي مو قانون، مو لازم المريض الضغط ماله منخفض، ممكن يكون طبيعي بس هو شوك. هاي الفكرة تمام. هاي الدايجنوسيس، هذني الشغلات الأساسية مثل ما قلنا البلد بريشر والهارت ريت. ممكن تفحص نسبة اللاكتيك أسيد، اللاكتيك أسيد تشوفه، يعني إذا تلقى مريض عنده ميتابوليك أسيدوسيس هذا هم تيست نقدر نستخدمه بتشخيص الشوك، اللي احنا قلنا راح يتحول من الايروبيك إلى النان ايروبيك. فالباي برودكت مال النان ايروبيك اللي هو اللاكتيك أسيد يزداد، فبالتالي عندنا ميتابوليك أسيدوسيس، هذا هم ممكن نشيك تمام. شنو التريتمنت مالت الشوك؟ التريتمنت مالت الشوك هو مثل ما قلنا الموست كومن كوز شنو؟ هايبوفوليميك شوك. احنا راح نتكلم عشان نقول كهايبوفوليميك شوك، يعني الغالب والشخص يجي عنده هايبوفوليميك شوك بالغالب يجي من شنو؟ يجي من بليدنج، يجي من نزيف. فالنزيف يعني وشون ممكن جاي الشخص ينزف؟ ممكن يكون بحادث، ممكن يكون مثلا يعني يعني طايح مثلا عنده فول فروم هايت، طايح من بناء، ايا يكن. فهو راح يجيك انت راح تسوي له الريسوسيتيشن، انعاش، تحاول تنعشه، تحاول تحافظ على حياته، اللي مثل ما شرحناها الاي بي سي تمام. انت تشيك الحاله، يعني مثلا اذا هو مدعوم انت راح تشيك بيه الشوك، يعني اكيد عنده بليدنج، بس انت تبدي من الاي بي سي دي اللي هو تشيك الاير واي مثل ما شرحنا بالمحاضره الفاتت، ما ادري ادوخكم بيها، تشيك المجرى التنفسي مال الاير واي، تشيك البريثنج ماله، والسي اللي هو المهم السيركوليشن. هسه احنا جاي نحكي عن الشوك السيركوليشن. مثل ما قلنا هو عنده هايبو فوليميا، عنده نقصان بالدم الموجود بحجم السوائل الموجوده بالارتري مالته. انت لازم تحاول يعني هو عنده نقصان بالسوائل، انطي سوائل، هو الحال هذا ونفسه هايبو فوليميا، انطي فلويد. هاي الفكره. فانت اول ما يجي عندك مريض تشوفه جاي ينزف او بدا جاي ينزف، يعني استوى بدا عنده النزيف مثلا، خلينا نقول شو تسوي انت مباشره؟ تقول للممرض، تقول له جيب لي 2 كانيولا، 2 وايد بور، لازم يكون كانيولا حجمها كبير، و2 وتحطها بالايد اليمين وبالايد اليسار من الجهتين على مود تنطي فلويد كميات جيده، يعني مو كميات كثيره، يعني اذا انت قلنا لازم من تنطي تحط الكانيولا انت بنفسك تحط الفوليس كاثر عمود تراقب. فالمهم تحط 2 وايد بور كانيولا اسرع ما يمكنك، يعني انت مو تتاخر وتدز تحاليل المرض، لا، باللحظه اللي تشوفه قبل تحط الكانيولا. ليش؟ لان اذا تركه ورا فتره هذا الفوليوم راح يقل راح يقل راح يقل، فبالتالي البلد فيسلز اللي ما راح تقدر تحصلها ما راح تقدر يشوفها، فالكانيولا ما راح تقدر تشكلها. فانت تجي تطي في الود ما تقدر تحط كانيولا، فانت اسرع ما يمكن لازم تحط 2 وايت بور كانيولا وتبدا تطي في الود. هاي اهم شيء عندنا بال يعني بالسيركوليشن. طبعا ها شنو قبلها؟ هو من جاي ينزف من مكان حاول تقلل النزيف، يعني جاي ينزف من ايده مثلا جيب تورنيك وشدها قبل مكان النزيف، او اضغط على المكان، جيب يعني هذا الشاش الجوز حطه على المكان واضغط عليه، اضغط عليه مثلا بجوز باكينج، او مثلا اذا هو يعني مثلا خلينا نقول طلقه مال مسدس وجاي ينزف عادي، حط البس شف وحط يعني بصبعك اضغط عليه، دخل صبعك بالجرح. المهم انت تقلل النزيف، يعني لازم انت ريدوس ذا بليدنج، يعني عن طريق برشر او عن طريق تورنيك او عن طريق الفينجر برشر ايا يكن. المهم قلل النزيف، حط كانيولا، ابدي فلويد. هاي بحاله الهايبوفوليميك شوك، بحاله انه بليدنج. هاي الفكره، هاي بالنسبه للتريتمنت. هسه نروح نحكي عن المزمه مالتكم، يعني ما فهمنا هاي الفكره، هسه فهمنا هاي الملاحظات، المزمه مالتكم كلها راح تصير مفهومه. هسه نجي على المزمه، راح نبدا بها
صفحه صفحه. اولا الديفينيشن مثل ما قلت لكم اياها، الشوك از ا سيستميك ستيت اوف لو تيشو برفيوجن، تمام؟ سيستميك ستيت اوف لو تيشو برفيوجن، تمام؟ which is inadequate for normal cellular respiration، يعني هو غير كافي للتنفس الخلوي، يعني ما جاي يصير جلوكوز واكسجين ينتج لنا اي تي بي، ماشي؟ with insufficient delivery of oxygen، ماكو اكسجين and glucose cell switch from aerobic to anaerobic metabolism، تحولت من الايروبيك للنان ايروبيك ميتابوليزم، فبالتالي راح يصير عندنا لاكتيك اسيدوسيس. هذا التعريف، تمام؟ هذا التعريف جدا مهم. هسه انا كاتب لك الباث فيسيولوجي اللي هي التغيرات اللي راح تصير على، يعني التغيرات المرضيه على السيلولر ليفل، اللي هو نفس الشيء راح لكم اياه قبل شوي، اللي هو قلنا راح يصير من الايروبيك الى نان ايروبيك، فبالتالي راح ينتج لنا لاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد هذا اذا استمر هاي الفتره الاندر برفيوجن راح تموت الخلايا وراح يزداد البوتاسيوم. هسه نقرا راح نشوفه نفس الكلام. As perfusion to the tissue is reduced، الدم الوصل للنسيج قليل. Cells are deprived of oxygen، قلل الاكسجين. And must switch from aerobic to anaerobic metabolism، تحولت من التنفس الهوائي الى اللاهوائي، ماشي؟ The product of anaerobic respiration is not carbon dioxide، مو ثاني اكسيد الكربون، لا، وانما شنو؟ اللاكتيك اسيد، ماشي؟ الحامض اللبني. When enough tissue is under perfused، the accumulation of lactic acid in the blood produce systemic metabolic acidosis. مثل ما قلنا اللاكتيك اسيد راح شنو؟ هو حامض، فشنو راح يسوي؟ راح يسوي عندنا ميتابوليك اسيدوس، تمام؟ As the glucose within the cell is exhausted، يعني الجلوكوز الموجود بالخلايا خلص، تمام؟ is exhausted. Anaerobic respiration ceases، الانيروبيك راح ينتهي، راح يتوقف لان الجلوكوز خلص. او كميه الاي تي بي اللي جاي تنتج اكو خلايا ما يكفيها، مجرد 2 اي تي بي. فالفكره انه مثل ما قلنا الانيروبيك respiration ceases and there is failure of a sodium potassium pump. من يقول لك failure of a sodium potassium pump، يعني البوتاسيوم اللي هو المفروض بداخل الخليه راح يصير خارج الخليه، معناته الخليه ماتت. In the cell membrane، ماشي؟ In the cell membrane and intercellular organelle، فبالتالي راح شو يصير عندك؟ الخليه راح تاكل نفسها، راح تتحلل، هاي الفكره. Intracellular lyso، ها شوفوا lysozyme release، يعني هاي الاجسام الحاله راح تفرز الاوتو دايجستيف انزيم، هاي هو يعني هنا اكو لازم سبيس، تمام؟ الاوتو دايجستيف انزيم اللي هي الانزيمات مالتها الهاضمه and the cell lysis ensure، يعني الخليه ماتت، ماشي؟ فبالتالي البوتاسيوم البوتاسيوم راح يتحرر من الانتراسيلولر، من الخليه راح يروح اكسترا سيلولر، راح يروح بالبلد سيركيليشن، اللي هو هنا المشكله اللي راح وين ممكن ندخل؟ راح ندخل باسكيميك ريبرفيوجن سيندروم. فمثل ما قلنا عندنا بوتاسيوم زايد، عندنا لاكتيك اسيد زايد، تمام؟ ها هي الفكره، هاي على التغيرات على المستوى الخلوي على السيلولر ليفل. على المايكروفاسكولار، على المايكروفاسكولار انا شرحت لكم اياه هنا بمخطط، يقول لك على هسه احنا حكينا على المستوى الخلوي، هسه صعدنا على المستوى، يعني شلون نقول على مستوى الشرايين. مثل ما قلنا احنا عندنا اسكيميا وعندنا هايبوكسيا، يعني الاسكيميا معناته ماكو اكسجين، وعندنا اسيدوسيس. هاي الاسكيميا والهايبوكسيا والاسيدوسيس راح تنتج لك فري راديكال. الفري راديكال هي عباره عن مواد مؤكسده ضاره، يعني هاي الفري راديكال من تلقى شيء اسمه فري راديكال ويتحد ويا نسيج، هو راح يدور النسيج يأذي النسيج. فهذني الشغلات الاسكيميا والهايبوكسيا والاسيدوسيس تنتج فري راديكال، تنتج هاي المواد الفري راديكال، المواد الضاره. هاي المواد الضاره شنو راح تسوي؟ هو احنا اصلا عندنا الاسكيميا، منين اجت الاسكيميا؟ قلنا يعني عندنا نزيف، النزيف بالغالب يعني عندنا ارتري مجروح، فاحنا عندنا اصلا ارتري جاي يصير بليكج اوف بلاد، تمام؟ فري راديكال هاي المواد الضاره راح ترجع تاذي الارتري بالزايد، الارتري اللي هو اصلا مجروح، هذا هو اللي اصلا مجروح راح يصير مور دامج تو ذا اندوثيليا، ماشي؟ مور دامج تو ذا فيسل، هذا الفيسل اللي هو اصلا كان بيه جرح صار بيجرح هواي، شنو راح يصير؟ راح ترجع تزداد، شوفوا جاي ينزف، بعد جاي ينزف، بعد جاي ينزف، بعد جاي ينزف، تمام؟ فمثل ما قلنا هاي الفري راديكال راح تسوي مور بليدنج. من ازداد النزيف شنو راح يصير؟ قلل البلد الموجود بالبلد فيسل، فبالتالي راح تزداد الاسكيمي، صحيح؟ لان يعني هو بلد كان عندنا اصلا كميته قليله وعندنا اسكيمي، زين من انت صار عندك فري راديكال وزيدت النزيف راح تزداد عندنا الاسكيميا بالزايد، ماشي؟ فمور اسكيميا، مور هايبوكسيا، ومور اسيدوسيس. شنو راح يصير؟ هاي نفسها راح ترجع تكون لك
فري راديكال من جديد، فصارت مثل الدورة. يعني الأسيدوسيس سوت فري راديكال، الفري راديكال أذى الإندوثيليا، سوى أكثر بليدنج، سوى أكثر إسكيمي، الإسكيمي رجعت أنتجت فري راديكال وتستمر. فهاي هنا تصير يعني شو نقول حلقة مفرغة، شيء يرجع يسوي شيء، شيء يرجع يسوي شيء. هاي الفكرة هنا اللي شرحكم إياها بالنسبة للمايكروفاسكولار، تمام؟ قايل لك الإسكيميا اكتيفيت الأميون أند الكواجليشن سيستم، والهايبوكسيا أند الأسيدوسيس اكتيفيت الكومبلمنت أند برايم نيوتروفيل. يعني هاي الكومبلمنت أند برايم نيوتروفيل يعني الرد المناعي، هذا جزء من الجهاز المناعي الكومبلمنت، كومبلمنت سيستم. المهم النهاية مالتها شو نحن نريد؟ resulting in the generation of oxygen free radical، تكون free radical اللي هي المواد الضارة. هاي free radical المهم and cytokine release، this mechanism lead to injury of the capillary endothelium. هاي free radical سوت injury to the capillary endothelium، تمام؟ فمن صار عندنا injury شو راح يصير؟ more blood loss، تمام؟ this in turn هذا معناته هاي injury this in turn further activate the immune and the coagulation system. Damage endothelia loses its integrity. يعني راح تفقد ال integrity يعني الاتصال بيناتهم. يعني هذا هذا يسمونه integrity. هذا يعني متصل كل الشريان متصل. تجي أنت تسوي بيج قطع هذا loss of integrity معناته. العفو. and become lose integrity and become leaky. راح تبدي ترشح راح يطلع من عندها البلاد راح يطلع من عندها الفلويد ليكي، فبالتالي space between endothelium and allow fluid to leak out and tissue edema ensure exacerbating cellular hypoxia. مثل ما قلنا شيء رجع شيء. أتمنى هذا الكلام مفهوم، المخطط جدا واضح أنا سويت لكم إياه، يعني مو إلا تركزون بهذا الكلام. الفكرة إنه عندنا إسكيميا هايبوكسيا وأسيدوسيس أنتجت لنا فري راديكال، الفري راديكال راح يأذي الفصل أكثر من ما هو متأذي، فالفصل راح يفقد دم، فصارت عندنا إسكيميا أكثر، رجعت الإسكيميا أنتجت لنا فري راديكال أكثر، ورجع الفري راديكال أذى الفصل من جديد، أذى الإندوثيليا مالت الفصل اللي هي الطبقة الداخلية من الفصل، فبالتالي صار أكثر بليدنج، فصار عندنا أكثر إسكيميا، ورجعت مور فري راديكال، هاي الفكرة. هسه هذا هنا موضوع عندك مهم اللي هو السيستميك، يعني التغيرات اللي على مستوى أعضاء الجسم، اللي هو شلون الجسم راح يرد على السيلولار تشينجز، على التغيرات على المستوى الجزيئي. مثل ما قلنا احنا عندنا هايبوفوليميا، هايبوفوليميا ماشي، عندنا هايبوفوليميا، فالكارديوفاسكولار من حس بنقصان بالسوائل الموجوده بالجسم، نقصان بالبلاد، راح يسوي اولويات. مثل ما قلنا اكو اولويات، اكو اعضاء مهمه اللي هي مثلا عندنا الهارت، اللنج، الكيدني، اكو اعضاء غير مهمه، مثلا عندنا السكين، مثلا عندنا الليمز، مثلا عندنا الجي اي تي. فالكارديوفاسكولار راح يسوي فازو كونستركشن باماكن، تضييق بالشرايين اللي هاي الاعضاء الغير مهمه، ويسوي فازو دايليشن بالاعضاء المهمه، تمام؟ بالاضافه الى انه راح السمباثاتيك نيرفس سيستم راح يتحفز على مود يخلي الهارت يقول له صحيح ان احنا البلد الموجود عندنا قليل، بس اريدك تضخه بسرعه على مود هذا البلد يروح للنسيج ويرجع بسرعة إلك، وترجع أنت تضخ على مود جديد ما نقدر ننطي أكسجين، ننطي أكسجين، فيصير عندنا تكيكاردي، تمام؟ فهنا نقول لك الكارديوفاسكولار كومبنساتوري بارو ريسبتر ريسبونس ريزولتينج إن السمباثاتيك سيستم أكتيفيشن، تمام؟ أند ريليس أوف الكاتيكولامين، كاتيكولامين يعني أدرينالين، إنتو ذا سيركوليشن. من ينفرز الأدرينالين ذس ريزولت إن تكيكارديا، مثل ما قلنا يسوي زياده بخفقان القلب على مود الدم يظل يدوره، يعني دم مؤكسج يدز للنسيج يرجع ثاني اكسيد الكربون يطرح عن طريق التنفس يرجع يدز الاكسجين يرجع على مود يسرع، صحيح هو قليل بس نحاول نستخدمه بسرعه بسرعه، تمام؟ اند سيستميك فازو كونستركشن، ويضيق الشرايين، تمام؟ يضيق الشرايين، يعني كلمه سيستميك فازو كونستركشن مثل ما قلنا تحافظ تسوي اولويات، بالإضافة إلى أنك أنت المكان المجروح من راح تضيقه تضيق الشريان اللي بيه ما راح ينزف كمية كثيرة، تمام؟ يعني أنت عندك شريان إذا هلقد الدايمتر ماله أكيد النزيف ماله راح يصير أكثر من يكون الشريان هلقد، تمام؟ فهاي الوظيفة مالته، يعني وأيضا على المكان المجروح يسوي فازو كونستركشن. هاي هنا بالنسبة لنا الكارديو فاسكولار. الريسبيراتر مثل ما قلت لكم أنه راح يساعدنا الأسيدوسيس بسبب تكون اللاكتيك أسيد، فالجسم راح يحاول يطرح هاي الأسيد عن طريق يزيد النفس، يزيد النفس ماله
عن طريق اللي هو يعني يسوي عندنا يخليك تطرح ثاني اكسيد الكربون اكثر. The metabolic acidosis بسبب اللاكتيك اسيد and increase sympathetic response result in an increase respiratory rate, راح نزيد الريسبيريشن, راح نزيد التنفس مالنا. And minute ventilation to increase the excretion of carbon dioxide, نطرح ثاني اكسيد الكربون اللي هو يكون جزء من الحوامض, فبالتالي احنا راح نقلل الحامضيه مال الدم عن طريق يسمونها compensatory respiratory alkalosis. تمام. الرينال اللي هو مثل ما شرحت لكم بالمحاضره مال البادي ريسبونس تو انجري, اي شيء يسوي هايبوفوليميا بالجسم مالنا, الكدني قبل مباشره راح تفعل الرينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم, راح تفعل هذا الرينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم على مود تسوي سولت اند ووتر ريتينشن, تسوي احتفاظ بالسوائل مالت الجسم, فبالتالي ترفع. احنا عندنا هايبوفوليميا لازم نحافظ على كل قطره مال السوائل. تمام. هاي بالنسبه عندنا للرينال. فديكريس بيرفيوجن بريشر ان ذا كيدني ليد تو ريدوس فلتريشن اوف ذا جلوميرولاي اند ديكريس اليورين اوتبوت. تمام. من يصير عندنا ديكريس اليورين اوتبوت راح يتحفز الرينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم اللي هو يختصرون هيك رينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم, او ممكن يسمونه اكسس او سيستم, يعني ما يفرق. بالكتب القديمه يسمونه سيستم, بس بالكتب الجديده لا, دائما يعني يسمونه اكسس. المهم فالرينين يعني نفس الفكره, انه راح يصير عندنا صوت اند ووتر ريتينشن. رينين انجيوتينسين الدوستيرون اكسس از ستيميليتد ريزولتنج ان فيرذر فازو كونستكشن اند صوديوم, اللي هو كلمه صوديوم يعني صوت, اند ووتر reabsorption by the kidney, فيعني salt and water retention. تمام. هاي هنا عندنا صار عندنا البادي ريسبونس كاردياك ريسبيراتوري والرينال. بعدين عندنا الاندوكراين. ماشي. الاندوكراين مثل ما قلنا احنا اول شيء بالكاردياك قلنا الكاتيكولامين, والكاتيكولامين من يفرزه؟ يفرزه احد اعضاء الاندوكراين سيستم اللي هي الادرينال جلاند, ف as well as the activation of the adrenal. تمام. الادرينال على مود تفرز الكاتيكولامين والرينين انجيوتينسين الدوستيرون, هو هذا طبعا هم جزء من الاندوكراين, يعني الدوستيرون هم ينفرز من الادرينال. تمام. عند الرينين انجيوتينسين سيستم عندنا هرمون يسمونه الفازوبريسين او الانتي دايريتك هرمون الاي دي اتش اللي ينفرز من البوستيرير بيوتيتري جلاند. الرينين وظيفته يسوي سولت اند ووتر ريتينشن. الانتي دايريتك هرمون يعني الهرمون المضاد للادرار, هذا وظيفته بس ووتر, يعني يزيد لك الووتر بالجسم, يروح على الكولكتنج داكت الموجوده بالنفرون يخلي امتصاص الماء يزداد, فبالتالي الووتر ما ينطرح in the urine. تمام. فبالتالي الانتي دايريتك هرمون از ريليست فروم ذا هايبوثالامس ان ريسبونس تو ديكريز بريلود اند ريزولت ان فازو كونستكشن. هم من وظائف انه ممكن يسوي تقلص بالشرايين, بس مو هاي الوظيفه الرئيسيه مالته. وظيفته الرئيسيه and reabsorption of water, اللي هو بس water, مجرد يسوي امتصاص للماء. ماشي. in the renal collecting system, بال collecting duct. تمام. بس water. بالإضافة إلى شنو قلنا ممكن ينفرز, راح ينفرز الستريس هرمون, هو يعني الشوك مثل البادي ريسبونس تراما, يعني هي الشوك هي عبارة عن stressful condition on the body, فأيضا راح ينفرز عندنا ستريس هرمون اللي هو منه الكورتيزول. الكورتيزون من وظائفه potentiate the action of adrenaline. مثل ما قلنا الادرينالين اذا ينتج نتيجه معينه بوجود الكورتيزون راح يصير 5 أضعاف, راح تزداد. ماشي. is also released from the adrenal cortex قايل لك هنا contributing to sodium and water resorption and sensitizing the cell to catecholamine, هو هاي وظيفته الرئيسيه sensitization, بينما الصوديوم and the water reabsorption. وشوفوا الكورتيزول والالدوستيرون, الالدوستيرون جزء منين؟ من الرينين انجيوتينسين الدوستيرون سيستم, والكورتيزون اثنيناتهم ينفرزون من الادرينال جلاند, فبالتالي الادرينال جلاند هي تفرز هرمونات تقريبا التركيب الجزيئي مالهم متشابه, يعني الكورتيزون عن الادرينالين الاختلاف بيناتهم يكون جزيئات بس كل واحد ينتج نتيجه يعني شلون نقول مختلفه عن الثاني, بس هذا التشابه مرات يخلي الجسم يخربط, فيجي الكورتيزون يشتغل شغل الالدوستيرون, فبالتالي يسوي لك سولت اند ووتر ريتينشن, بس هو الوظيفه الرئيسيه مالته سنسيتايزيشن تو كاتيكولامين. هاي الفكره مال الاندوكراين. فهسه البادي ريسبونس على 4 سيستمات, كاردياك ريسبيراتوري رينال واندوكراين. تمام.
هذا البودي ريسبونس اللي صار التغيرات بالبودي باتجاه الجنراليزد سيستميك تيشو اندر برفيوجن اللي هي الشوك، هذا الرد مال الجسم. هسه هنا نشرح لك اللي يسمونها الاسكيميك ريبرفيوجن سيندروم اللي احنا شرحناها، مثل ما قلنا الخلايا ماتت بمنطقه بها اسكيميا، انت حليت الاسكيميا سواء ايا يكن كان السبب مالها، رجعت البلد سيركوليشن من المنطقه الميته الى كل انحاء الجسم، فبالتالي البوتاسيوم زائد الخلايا المناعيه الاميون سيل راح تنتشر بكل الجسم، البوتاسيوم راح يوقف الهارت، فبالتالي انت ممكن تموت. الخلايا المناعيه اللي صارت مثل ما قلنا ممكن هو الشوك مو الا هاي بفوليميك، ممكن تكون سبتك شوك، ممكن تكون انفلاماتوري شوك، هاي الخلايا انافلاكتيك شوك العفو، هاي الخلايا المناعيه ايضا اذا تكون بكميات كبيره وتروح بالجسم راح تاذي. فهاي هنا الفكره يسمونها الاسكيميك ريبرفيوجن سيندروم اللي شرحناها قبل شوي. During the period of systemic hypoperfusion, cellular and organ damage progress due to the direct effect of tissue hypoxia and local activation of inflammation. تمام؟ يعني الخلايا جاية تموت. Further injury occur once normal. يقول لك بعدين هسه احنا الخلايا ماتت. بعدين من ترجع السيركوليشن شنو راح يصير عندك؟ Further injury occur once normal circulation is restored. من ترجع البلود فلو، من رجعت الدم جاي يجري بالمكان الاسكيميك، راح يصير عندنا injury. So normal circulation is restored to this tissue. The acid and potassium، مثل ما قلنا البوتاسيوم أهم شيء، والأسيد وقايل لك أيضا الأميون سيل that has built up can lead to direct myocardial depression. Myocardium يعني القلب. Depression ثبوط، يعني الهارت ما قام يتقلص، وقف القلب المريض أنت. بالإضافة إلى يقول لك vascular dilation and further hypotension. أهم شيء أنت فكر تذكر لي هايبوكسيا، أقصدي الهايبركاليميا زيادة بالبوتاسيوم يسبب لنا myocardial depression. تمام؟ The cellular and the hormonal element activated، يعني الخلايا المناعية هاي cellular والhormonal element activated by the hypoxia يقول لك are flushed back into the circulation، راح تنتشر بالشرايين where they cause further endothelial injury، راح تأذي الشرايين to organs such as the lung and the kidney. This lead to acute lung injury, acute renal injury, ماشي، multiple organ failure، لأن هي انتشرت بكل أعضاء الجسم أكيد، فممكن تروح للكدني، ممكن تروح لللنج، ممكن أي مكان، فبالأخير ممكن يدخلك ب multiple organ failure، اللي هو عشان عرفناها multiple organ failure، اللي هو أكثر من عضوين توقفاً عن العمل بنفس الوقت، تمام؟ And death. Reperfusion injury can currently only be attenuated، يعني هاي الحالة مالت الريبرفيوجن مثل ما قلت لكم العلاج الوحيد إلها ماكو علاج، ما تقدر تسوي شيء. إذا صارت الحل الوحيد إنك تقطع الاسكيميك بارت، يعني مثلا عندك المشكلة كانت بالارم وأنت نسيت التورنيكا مثلا، سوي الامبيوتيشن، ماكو حل. أو إنك أنت تعالج الشوك أسرع ما يمكن، إنك تمنع المريض أن يطب الاسكيميك ريبرفيوجن سيندروم. فريبرفيوجن انجري كان كورنتلي أونلي بي اتنيويتد، يعني نخففها أو نعالجها باي ريدوسينج ذا اكستنت and the duration of a tissue hypoperfusion. تمام، مجرد نقلل يعني الفتره مال الهايبرفيوجن لازم نقللها، فالتورني كمان نسها 12 ساعه اذا نسيتها ماكو علاج لها، لازم تقص ايده تسوي لها امبيوتيشن تبترها. هسه هنا انا قايل لك الكلاسيفيكيشن اوف شوك اللي هو يعني التقسيمات مال الشوك مثل ما قلناها قبل شوي، كارديوجينيك هايبوفوليميك العفو اللي هي اشهر شيء، بعد عندنا الكارديوجينيك، بعد عندنا الاوبستركتيف شوك، بعدين عندنا الديستريبيوتيف شوك اللي هي الانافيلاكتيك والسبتيك شوك والنيوروجينيك شوك. تمام، احنا ذني انواع الشوك كل واحده شرحنا شنو معناتها. الهايبوفوليميك شوك مثل ما قلنا ان الفوليوم اوف بلاد قليل، مثل ما قلنا يا اما عنده بليدنج يا اما لا اسباب غير البليدنج، فوميتنج، دياريا الى اخره. هايبوفوليميك شوك از دو تو ريدوسد سيركوليتنج فوليوم. تمام، يقلل الفوليوم مال البلاد. Hypovolemia may be due to hemorrhage، يعني نزيف bleeding or non-hemorrhagic causes، أو الأسباب الغير النزيف. شنو الأسباب غير النزيف؟ Non-hemorrhagic causes include poor fluid intake، يعني واحد dehydration، جفاف،
الديهايدريشن ممكن عندنا يعني خصوصا تصير بالاطفال، لان يعني هسه انت من تعطش تروح تشرب تاخذ فلويد، بس الطفل ما يعرف، فهذا يصير عندك الديهايدريشن اللي دخلك بهاي فوليوم شوك. هذا الطفل مهمول تاركينه اهله، يعني الاهل ما دايرين له بال، فعندنا فلويد انتيك ديهايدريشن. ممكن لا اكسسيف فلويد لوس، يعني انت جاي تخسر الفلويد عن طريق فوميتنج دياريا او عن طريق اليورينري لوس كثره الادرار، مثل عندنا بحاله الدايابيتس تمام، او الايفابوريشن يعني التبخر عن طريق التبخر، يعني هذا انت بمكان جدا حار والتعرق جدا شديد، ممكن الطب يعني هاي الا اذا انت مشمور بالصحراء يعني على هاي الدرجه اللي يصير انت عندك شوك من وراء الايفابوريشن. كلمه ثيرد سبيسنج او ثيرد سبيسنج يعني الفلويد، احنا مثل الفلويد وين مثل ما تعرفون الفلويد موجود يا اما بداخل الخلايا انتراسيلولار، يا اما خارج الخلايا اكستراسيلولار فلويد تمام، يا اما بداخل الخلايا يا اما خارج الخلايا. كلمه ثيرد سبيسنج اللي هو الفلويد الموجود بالبودي كافيتي، يعني مثل ما قلنا البريكارديوم بين الطبقتين مالته اكو مجال خفيف، هذا المجال الخفيف بين كميه قليل بالحاله الطبيعيه بين كميه قليله من الفلويد، وظيفتها ترطيب لوبريكيشن تمام. نفس الشيء البلورا بين البارايتال والفيسرال البلورا اكو كميه قليله من الفلويد على مود لوبريكيشن. بالبريتونيوم اللي هي الغشاء الحيط المعد البطن هم اكو كميه من الفلويد. هنا راح يصير اكو كميات هائله من الفلويد، مثل ما قلنا يصير تتجمع داير داخل البريكارديوم يسمونها بريكارديال افيوجن، تتجمع داخل ما يكون البلورا اللي هي الغشاء الحيط اللانج يسمونها بلورال افيوجن. فبالتالي هاي السوائل بالجسم جاي تروح بهاي المجالات بالبودي كافيتي بالفجوات الجسميه تمام. هذا مصطلح ثيرد سبيسنج تمام. بالثيرد سبيس يعني قلنا الفيرست سبيس الانتراسيلولار، السكند سبيس الاكستراسيلولار، الثيرد سبيس اللي هي البودي كافيتي اللي هي بالحاله الطبيعيه بيها كميات ضئيله من الفلويد لا تذكر تمام. طبعا هاي لها اسباب هواي، ان شنو السبب انه يخلي عندك بلورال افيوجن او بيريكارديال افيوجن، هاي تنوخذ بالباطن هي زين. Where fluid is lost into the gastrointestinal tract مثل ما قلنا اللي هو ممكن يكون يعني البريتونيوم and interstitial spaces. As for example يقول لك in bowel obstruction and pancreatitis، مو مهم هاي الأمثلة، الأمثلة اللي ذكرت لكم إياها أهم اللي هي عندنا pericardial effusion, pleural effusion، هاي الأسباب. Hypovolemia is probably the most common form of shock، هاي حطوها ببالكم. الhypovolemic shock هي الموست كومن كوز اوف شوك، مثل ما قلنا اذا انت اجاك مريض ضغط ماله منخفض يعني انت عرفت انه شوك، غالبا هو شوك بس ما عرفت هايبوفوليميك سبتيك شوك انافيلاكتيك شوك ما عرفت، عالجه كهو هايبوفوليميك شوك تمام، عالجه كهايبوفوليميك شوك. الكارديوجينيك شوك اللي هو عباره عن مثل ما قلنا الهارت ما جاي يتقلص، الهارت صار بيه فيلير لاي سبب من الاسباب، فالكارديوجينيك شوك از دو تو برايمري فيلير اوف ذا هارت تمام، برايمري فيلير اوف ذا هارت تو بامب بلاد يضخ دم بالانسجه. causes include myocardial infarction يعني جزء من من العضله مالت القلب مات، او الارثميه اللي هي الكهربائيه مالت القلب ما جاي، فبالتالي ما جاي يتقلص بسبب انه ما جاي يوصل اعاصات انه يتقلص. valvular heart disease يعني الصمامات مالت القلب بها مشكله، ممكن الدم ما جاي يوصل، يعني اذا عندك الايورتا متقلص سبي ستينوسس صاير جدا ضيق فكميه ضئيله تطلع من الدم من عنده، هذه يسمونها valvular heart disease. blunt myocardial injury يعني انضربت ضربة انت قوية على الهارت انك انت وقفت الهارت بعد يعني صار بيه تروما صار بيه انجري، كلمة بلانت مايوكارديال انجري. اند كارديومايوباثي، كارديومايوباثي يعني اعتلال بعضلة القلب، امراض هو الشخص يولد بيها، يعني هاي طبعا موضوع جدا كبير الكارديومايوباثي، بس هو امراض بعضلة القلب تخلي الهارت ما يتقلص او يتقلص بطريقة غير صحيحة تمام. الكاردياك انسفيشنسي may also be due to myocardial depression، يعني ممكن قلنا يعني لاي سبب انه يخلي الهارت ما يتقلص ما يسبي تقلص. مايوكارديال ديبرشن مثل ما قلنا شنو؟ ممكن تكون ادويه، انت خذيت ادويه من يعني خذيت دواء هو يهبط عمل القلب، مثلا شنو عندنا البيتا بلوكر ادويه جدا شائعه اذا تاخذها بجرعه كبيره الهارت ما راح يتقلص ماشي. ممكن البوتاسيوم، ممكن البوتاسيوم عندك مرتفع فبالتالي عندنا مايوكارديال ديبرشن والى اخره. due to endogenous factor يعني قايل لك البكتيريا او يعني ممكن عوامل داخليه ما هي مثل البوتاسيوم، البوتاسيوم بالدم مالك ارتفع فبالتالي عندنا مايوكارديال ديبرشن. هنا نعطيكم بكتيريا يعني ممكن بكتيريا تاثر على الهارت
بسبب السموم مالتها تأثر على هذا تخلي ما يشتغل. أو humoral agent released in sepsis، يعني هاي رد مناعي، الخلايا المناعية ممكن تأذي، مثل ما قلنا الخلايا المناعية ممكن تروح على الهارت وتأذي تدمره فبالتالي ما يتقلص. Or exogenous factor such as the pharmaceutical agent، الأدوية مثل ما قلنا بيتا بلوكر، بيتا بلوكر اللي هو هذا نوع من أدواع الأدوية يعني تثبط عمل القلب. فبشي بكل سهولة كارديوجينيك شوك الهارت ما جاي يتقلص، فبالتالي الدم ما راح يوصل للشرايين، بالتالي ما راح يوصل للأنسجة، وراح ندخل بالمعمعة مالت انه الايروبيك تتحول ان ايروبيك وتبدا كل التغيرات. تمام، الاوبستركتيف شوك مثل ما قلت لكم الفوليوم تمام والهارت عنده القدرة للتقلص، بس الهارت ما جاي يوصل دم، الدم موجود بالجسم بس من الفينز ما جاي يقدر يوصل للهارت، ما جاي يقدر يدخل للهارت. احنا مثل ما نعرف البلد يروح من يعني من الارتري يروح على التشو، ومن التشو راح يرجع محمل بثنائي اكسيد الكربون، يروح المفروض وين؟ عن طريق الفين يروح يدخل بالرايت سايد اوف ذا هارت، من الرايت سايد اوف ذا هارت راح يروح على اللنج، على مود تطرح ثنائي اكسيد الكربون تحط بيه اكسجين، والدم من اللنج راح يدخل على اللفت سايد اوف ذا هارت، ومن اللفت سايد يرجع يروح عن طريق الارتري يروح باتجاه الجسم. تمام، فهنا المشكله انه الدم اللي جاي من الفين ما جاي يقدر يدخل للرايت سايد اوف ذا هارت، اكو شيء ضاغط على الهارت مخلي الضغط بداخل الهارت عالي، اللي هو قلنا السوائل مثلا متجمعه داير ما يدور الهارت بالبريكارديوم، سوائل او دم موجود بالبريكارديوم ضاغط على الهارت مخلي الضغط بداخل الهارت كلش عالي لدرجه ان الدم اللي جاي بالفين ما يقدر يفوت. تمام، او ممكن لا الدم من القلب من الهارت من الرايت سايد ما يقدر يضخه يوصله لللنج، ليش؟ لان اللنج الضغط بها كلش عالي، سواء عنده خثره عنده جلطه باللنج عنده بولمنري امبوليزم، هاي البولمنري امبوليزم ساده واحد من الشرايين فمسويه ضغط عالي بالشريان، او مثل ما قلت لكم المرض اللي يسمونه السي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستركتيف بولمنري ديزيز، اللي هي الضغط يعني ما اريد ادوخكم بالتفاصيل، الضغط بداخل اللنج عالي، السبب يعني ان اكو مرضين بيها، المهم الضغط بداخل اللنج عالي، فالدم من الرايت سايد اوف ذا هارت ما جاي يقدر يوصل لللنج، فمن ما وصل لللنج ما راح يرجع ينضخ الى باقي الجسم. تمام، طبعا هاي اذا عندكم عنها سؤال ذكروا لي اياها بالتعليق، ممكن اسوي لكم فيديو ثاني، هاي سوالف مال فسجة ما يحتاج اركز لكم عليها، هو المفروض انتم تعرفونها. تمام، بس هاي الفكره ان الاوبستركتيف اكو شيء ساد الطريق على الدم انه يوصل للقلب، هو اوبستركشن يعني انسداد، فهو الكلمه انه اكو شيء ساد الطريق على الدم يوصل للهارت، من يعني من الفين يوصل للهارت اكو صعوبه. فان اوبستركتيف شوك ذير از ريدكشن ان بريلود، بريلود يعني اللي هو الدم اللي جاي من الفين اللي واصل للهارت، تعرفون كلمة بريلود يعني الفينوس ريتيرن، الافتر لود لا اللي هو الدم اللي الهارت جاي يضخه باتجاه الانسجة. فعندنا ريدكشن ان بريلود دو تو ميكانيكال اوبستركشن، اكو انسداد اوف ذا كاردييك فيلينج. كومن كوزز اوف اوبستركتيف شوك انكلود كاردييك تامبونات، اللي هو قلنا البريكارديوم اكو بين هاي الطبقة الأولى والطبقة الثانية، هنا اكو تامبونات يعني لازم اكو دم، اكو دم هنا دم، فبالتالي الدم هذا ضغط على الهارت، فالهارت ما جاي يقدر ينبسط على مود، ما يصير الضغط بيه منخفض، ما جاي يصير بيه دايستول، ما جاي يصير دايستوليك ريلاكسيشن، فبالتالي البلد ما جاي يقدر يدخل للهارت. تمام، او هنا انا قايل لكم تنشن نيموثوراكس، معناته الضغط باللنج عالي. التنشن نيموثوراكس مثل ما قلنا نيموثوراكس هو اكو هواء، هاي البلورا، البلورا هم طبقتين، هاي الطبقة وهاي الطبقة، هنا اكو صاير هواء، كمية عالية من الهواء، هي بالحالة الطبيعية ماكو 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 هواء، فهذا الهواء العالية ضغط على اللنج، فمخلي الضغط باللنج كلش عالي، فالدم من الرايت سايد اوف ذا هارت ما جاي يقدر يوصل لللنج، على مود يصير بي تبادل غازي وبعدين يرجع على الهارت. تمام؟ فهذا يسمونه اوبستركتيف شوك. تمام؟ تنشن نيموثوراكس، ماسف بولمنر يعني هاي اسباب، ماسف بولمنر امبوليزم or air embolism. In each case there is reduced filling to the left and or right side of the heart. Left مثل ما قلنا left side filling معناته المشكلة باللنج، إذا left side ما جاء يوصل الدم معناته المشكلة باللنج، والright side إذا ما جاء يوصل الدم معناته المشكلة بالheart نفسه. تمام، of the heart leading to reduced preload and fall in the cardiac output، فيقل الكاردياك output، فإحنا وصلنا الحالة مشابهة للكاردياك للكارديوجينيك شوك،
بس ان الهارت ما بي شيء، المجرد ان الهارت ما جاي يوصل الدم، هاي الاوبستراكتيف شوك. تمام، هسه هنا انا كاتب لك الديستريبيوتيف شوك، هنا الديستريبيوتيف شوك، وحاط لكم اياها السباينال شوك اللي هي نفس النيوروجينيك. طبعا هذا اتوقع خطا بالملزمه، يعني الديستريبيوتيف شوك هي لازم بس السبتك والانافيلاكتيك. السبتك شوك والانافيلاكتيك شوك مثل ما قلنا راح يصير عندنا هنا فلويد 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 منها هم ايضا، وهذا النسيج ما راح يقدر ياخذ الاكسجين لان الفلويد راح يمنع عبور الاكسجين له. بينما السباينال شوك اللي هي النيوروجينيك شوك لا، معناته احنا لوس اوف السمباثاتيك تون، السمباثاتيك سيستم راح، فبالتالي الافكت مالته ما موجوده، اللي هو لا راح يخلي الهارت يتقلص، لا اكو تاكيكارديا ولا اكو كونتراكتيليتي بالهارت، ولا والشرايين راح يصير بها فاز دايليشن. تمام، هاي بالنسبه عندنا السباينال شوك. اما هاي بالنسبه يعني للنيوروجينيك شوك، هسه نقراها هنا راح نشوف يعني نفس الكلام اللي ذكرت لكم اياه. Distributive shock describe the pattern of cardiovascular response characterizing a variety of condition including septic shock, anaphylaxis. septic يعني اكو بكتيريا فيروس، anaphylaxis يعني اكو شيء الجسم يتحسس له، وspinal cord injury يعني احنا جاي نأذي يعني شو نقول sympathetic system spinal cord injury. inadequate organ، طبعا هاي كلمتين يعني organ perfusion is accompanied by vascular dilation. تمام؟ with hypotension. low systemic vascular resistance, inadequate afterload and resulting abnormally high cardiac output. يعني هسه هنا الجاي يتكلم يقول لك low vascular resistance, inadequate afterload and resulting in abnormally high cardiac output. يعني هاي كشكل عام عن ثلاثة تنحاكي. هسه راح يبدين واحدة واحدة. in anaphylaxis vasodilation is due to histamine. مثل ما قلنا الهستامين هذا يسمونه عشان نقول اللي الكيميكال ميدييتر مال التحسس مال الالرجي. تمام، راح يصير عندك الالرجيك رياكشن فراح ينفرز الهستامين، هذا الهستامين راح يسوي vasodilation ويزيد الكابلري بيرميبيليتي، فبالتالي راح يصير ان هذا الفلويد منه ليكج فيمنع استخدام الاكسجين. ماشي، release while histamine release while in high spinal cord injury there is a failure of a sympathetic outflow. شوفوا يعني هو شرحها بطريقه مخربطه هنا، والمفروض يشرحها واحده واحده، اعتمدوا على الطريقه اللي انا شرحت لكم اياها. هنا صراحة على spinal cord injury، spinal cord injury there is a failure of a sympathetic outflow and adequate vascular tone. هنا أنا ممكن سؤال، مثل ما قلنا احنا الكارديوفاسكولار ريسبونس بالبودي ريسبونس راح ينفرز الكاتيكولاماين الادرينالين، تمام، بكل انواع الشوك، فبالتالي راح يصير عندنا تاكيكاردي. انت تحط ايدك على الشريان على يعني على البولس مال المريض على الاورده مالته راح تحس النبض ماله جدا سريع. الشوك الوحيده اللي عندك ما بيها تاكيكاردي بيها برادكاردي هي النيوروجينيك شوك. ليش عنده برادكاردي يعني النبض ماله اقل من 60؟ لان هو السمباثاتيك سيستم ماله متوقف، فالكاردياك يعني الكارديوفاسكولار ريسبونس ما موجوده، فالشوك الوحيده اللي بيها برادكاردية هي النيوروجينيك شوك. تمام، هنا انا قايل لك loss of a sympathetic outflow and adequate vascular tone the cause of sepsis. يعني شنو السبب انه يصير عندنا vasodilation بالسبسس؟ يقول لك يعني ما مفهوم 100%. the cause of sepsis is less clear but it is related to the release of a bacterial product and the activation of a cellular and humoral component of the immune system. يعني immune response. تمام، هو حقيقة أنا عن نفسي أقول هو مفهوم، يعني أنت من راح يصير عندك بكتيريا أو فيروس الجهاز المناعي راح يرد، فراح يصير عندك inflammation، راح يصير عندك vasodilation. بس يعني هاي الكلام مال الكتاب أتوقع يعني شلون نقول متقدم كلش، يعني الميكانيكية بالضبط ما معروفة، بس هو شلون نقول يعني أكو الحجر الأساس مفهوم ولا جاي يصير vasodilation. قايل لك هنا there is mild distribution of a blood flow and the microvascular level with the atrial venous shunting and dysfunction of the cellular utilization of oxygen. يعني يقول لك ان الاكسجين ما جاي نقدر نستخدمه، utilization of الاكسجين ما جاي يصير بسبب ان شوف هاي هنا الفلويد ما جاي تخلي الاكسجين يستخدم، ما جاي تخلي يعبر يروح للنسيج. تمام، in the later phases of a septic shock there is hypovolemia from fluid loss into the interstitial space and there may be a concomitant
myocardial depression complicating the clinical picture. لأن إحنا مثل ما قلنا هاي البكتيريال إندوتوكسين تروح تأثر على الهارت فممكن يسوي لك myocardial depression هاي بحالة السبتك شوك تمام. بس أنا مثل ما شرحت لكم إياها أسهل لأن يعني هو يعني مدخلها الموضوع بموضوع بموضوع مثل ما شرحت لكم إياها. النيوروجينيك شوك السمباثاتيك فلو مالك رايح منتهي ماكو أي سبب من الأسباب السمباثاتيك تون مالتك رايحة فبالتالي عندك فازو دايليشن تمام. السبتك شوك والأنافيلاكتيك شوك لا راح يصير عندنا فازو دايليشن وليكيج أوف فلويد تمام. أكو ملاحظة ممكن نذكرها مثل ما قلنا احنا الجسم بحاله الهايبوفوليميك شوك اللي هي الموست كومن تايب اوف شوك راح يسوي فازو دايليشن باماكن ويسوي فازو كونستريكشن باماكن ثانيه. الاماكن اللي يسبيها فازو كونستريكشن منو من عندها؟ السكن الجلد مالك. من يسبي فازو كونستريكشن معناته ما بيدم. من يسبي ما بيدم راح من التلزمه راح تلقى المكان بارد لان الدم يعني ودرجه حراره الجسم موجوده بيه فمن ما بيدم راح تلقى المكان بارد. هاي بحالة الهايبوفوليميك شوك راح تلقى الاكستيرميتيز اللي هي الأطراف مالت المريض باردة يعني ما جاي يوصلها دم بكل سهولة. بس بحالة الديستريبيوتيف شوك اللي هي الأنافيلاكتيك والسبتيك شوك لا راح يصير عنده فازو دايليشن بكل أنحاء الجسم فراح تلزم الأطراف مالته راح تلقاها وورم راح تلقاها دافية لأن كل أنحاء الجسم صار بها فازو دايليشن من ضمنها السكن فالدم رشح باتجاه الانترستيشال سبيسز فراح تصير تلزم الايدين والرجلين راح تلقاها دافيه. هاي بحاله الديستريبيوتيف شوك تمام. هسه هاي اخر انواع الشوك اللي هو نسميه الاندوكراين شوك. طبعا هذا يعني شلون نقول قليل يذكرون الدكاتره. انت اهم شيء لازم تعرف الهايبوفوليميك شوك يعني يكون فاهم انت على كل شيء. الاندوكراين شوك يعني تقريبا هاي باطنيه اكثر من الجراحه. الاندوكراين شوك ما present as a combination of يعني هو بسبب نقصان الهرمونات ممكن يجي هذا المريض بكل انواع الشوك. يعني هي الهرمونات هي اللي تتحكم باغلب الجسم فيعني مثلا اذا انت عندك نقص بالكاتيكولاماين ممكن تقريبا راح تضرب بكارديوجينيك شوك يعني انت الادرينالين ما يشتغل فبالتالي ماكو كونتراكشن للهارت. مو نفس الفكره مال الكارديوجينيك شوك نفس الشيء. اذا الكورتيزون قليل مو الادرينالين ما راح يشتغل بطريقه مضبوطه فبالتالي الهارت ما راح يشتغل بطريقه مضبوطه. هاي الفكره من كلمه الاندوكراين شوك. اندوكراين شوك may present as a combination of hypovolemic, cardiogenic or distributive shock. Causes of an endocrine shock include hypo and hyperthyroidism. الهايبرثايرويدزم شنو السبب انه يصير عندنا بالهايبرثايرويدزم شوك؟ ليش؟ هسه انت تخيل تجيب اثقال وترفع اثقال مثلا خلينا نقول سويت اول 10 مرات تمام ايدك طبيعيه تروح ترجع تتركها ورا ساعتين طبيعي ترجع ايدك ترجع ترفع الثقل 10 مرات ثانيه زين. لا اذا اقول لك رفعها هسه 1000 مره راح تظل انت ترفع بالثقل مره مرتين ثلاثه 10 20 30 50 60 الى ان توصل بعد ايدك ما تقدر تشيلها ما مستحيل ترفع الثقل. نفس الشيء الثايروكسين اللي هو الثايروكسين وظيفته انه يزيد عمل القلب. هو طبعا يزيد كل شيء بالجسم شكو شيء فعاليه بالجسم الثايروكسين يزيدها من ضمنها الهارت فهو راح يجهد الهارت راح يخليه بحاله تاكيكارديا مستمره. القلب يتقلص بسرعه هائله يتقلص 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 ونعرف ان الهارت هو عباره عن مصر فيتقلص يتقلص يتقلص نفس الشيء راح يصير به اعياء. فهاي الحاله يسمونها هاي كاردياك اوتبوت كاردياك فيلير ان القلب فشل بسبب انه جاي يتقلص بسرعه عاليه. هاي بحاله الهايبرثايرويدزم. الهايبو العكس انه هو الثايروكسين نسبته منخفضه فبالتالي ما راح يحفز الهارت على التقلص تمام. هاي بالنسبه عندنا للهايبو والهايبرثايرويدزم. ادرينال انسفيشنسي الادرينال يعني معناته الكورتيزون الكورتيزون قليل مثل ما قلنا الكورتيزون اذا يصير ما موجود الادرينالين ما راح يشتغل بجوده وبكفاءه. فاذا عندنا ادرينال انسفيشنسي يعني كميه الكورتيزون قليل الادرينالين ما راح يشتغل. هسه هنا نفسر لك اياها. الهايبوثايرويدزم يقول لك causes a shock. ليش تسوي الشوك؟ similar to that of the neurogenic shock لان الادرينالين ما راح يشتغل مضبوط. يعني الثايروكسين قلنا يزيد شغل كل شيء بالجسم ومن ضمن الادرينالين. الادرينالين هم له علاقه بالثايروكسين تمام. of a neurogenic shock due to disorder vascular and cardiac response to circulating catecholamine.
cardiac output falls due to low ionotropy and bradycardia. كلمة ionotropy يعني تقلص، ف low ionotropy يعني تقلص ضعيف، وبراديكارديا يعني ال شو اسمه يعني النبض مالك أقل من 60. There may also be an associated cardiomyopathy. أما الثيروتوكسيكوسيس اللي هو زيادة بعمل الثيرويد جلاند may causes a high output cardiac failure. مثل ما قلنا high output يعني القلب جاي يشتغل بكمية جدا قوية لفترات طويلة، فبالتالي راح يصير به إعياء، راح يصير به فشل cardiac failure. Adrenal insufficiency lead to shock due to hypovolemia and a poor response to circulating and exogenous catecholamine. مثل ما قلنا هاي ببدأ انه شغل الكاتيكولامين بالإضافة الى هايبوفوليميا، يعني الادرينال جلاند ما تفرز بس كورتيزون، تفرز الالدوستيرون اللي هو الالدوستيرون جزء من الرينين انجيوتنسين الالدوستيرون سيستم اللي وظيفته صوت اند ووتر ريتينشن. فاحنا راح نفقد هذا الميكانيزم، راح الرينين انجيوتنسين الالدوستيرون سيستم اذا ما عندنا الادرينال الالدوستيرون اللي ينفرز من الادرينال جلاند. تمام، اللي قال لك الادرينال انسفيشنسي ماي بي دو تو بري اكزيستينج اديسون ديزيز or be a relative insufficiency due to a pathological disease state such as systemic sepsis. يعني يقول لك الأسباب إن الأدرينال insufficiency ممكن يكون الأديسون ديزيز اللي هو مرض مناعي يخلي الأدرينال insufficiency هرمونات قليل، or due to pathological disease state تمام such as systemic sepsis. يعني السبسس ممكن تقلل يعني إذا تخص إذا تأذي الأدرينال جلاند، إذا تروح الأدرينال وتأذيها. تمام، هاي هنا بالنسبة عندنا types of shock. هسا إحنا خلصنا من types of shock، هسه راح نجي على السيفيريتي اوف شوك. مثل ما قبل بالمحاضره الفاتت اللي هي البادي ريسبونس تو انجري، مثل ما قلنا كل ما يصير الستريسفول كونديشن قليله راح يصير اعتلال بالهوميوستاسيس قليل، فبالتالي البادي ريسبونس إلها راح يكون ممكن يكون ما موجود او ضئيل جدا فما ملحوظ. تمام، بينما اذا يكون الستريسفول كونديشن عاليه فالخربطه بالهوميستيسيس عاليه فراح يكون البودي ريسبونس لها جدا عالي. هاي الفكره، فبالتالي الشوك يا اما يسمونها كومبنسيتد شوك او يسمونها الديكومبنسيتد شوك. يعني يا اما الانسجه مالت الجسم اعضاء الجسم اللي هي اللي قلنا عليها الكاردييك والرينال والاندوكراين والريسبيراتوري قدرت تقاوم الهايبو برفيوجن اللي صار، قدرت تتحكم به، فالجسم ما صار عنده اي تغييرات ما تاثر. تمام، اللي هي هنا معناته الجسم فاقد من الفوليوم ماله اقل من 15% less than 15%. تمام، هاي هنا الجسم يظل محافظ على فعاليات الحيويه، يعني الجسم يظل محافظ على فعاليات الحيويه اذا كان اقل من 15%. تمام، يقول لك as the shock progress the body cardio حسبنا بالنسبة للcompensated shock as the shock progress the body cardiovascular and endocrine compensatory resources response to reduce flow to non-essential organ. مثل ما قلنا راح تقلل البلد سبلاي للأعضاء الغير أساسية. هسا هذا احنا جاي يحكي تقريبا عن يعني hypovolemia hypovolemic shock. تمام، راح يسوي فازو دايليشن وفازو كونستريكشن، الاعضاء الغير اساسيه راح نقلل عنها الدم. ماشي، ريدوس فلو تو نون اسينشال اورجان تو بريزرف ذا بريلود اند فلو تو ذا الاعضاء المهمه لنج برين هارت كيدني والى اخره. ان كومبنسيتد شوك ذير از ادكويت كومبنسيشن تو مينتين سنترال بلاد فوليوم اند بريزرف فلو تو ذا كيدني، راح نحافظ البلاد فلو تو ذا كيدني الاعضاء المهمه كيدني لنج اند برين. However, the cardiovascular state is only maintained by reducing perfusion to the skin. مثل ما قلنا الأعضاء الغير مهمة ما راح نودي لها الدم. تمام؟ By reducing perfusion to the skin, muscle, and gastrointestinal tract. فبالتالي راح يصير يعني هاي الأماكن الغير مهمة هي اللي راح يصير بها إسكيميا. تمام؟ هي اللي راح يصير بها إسكيميا. فبالتالي راح يصير عندك there is systemic metabolic acidosis، لأن هاي الأعضاء راح يتحول من الإيروبيك إلى النانيروبيك الأنيروبيك. There is a systemic metabolic acidosis and activation of يعني الهيومرال أند أجزاء من الرد المناعي، ماشي، من الأميون ريسبونس. Activation of the humoral and the cellular element within the underperfused، يعني خلال الأعضاء اللي ما واصلها الدم اللي هي الأعضاء الغير مهمة هسه بحالة الكومبنسيتد شوك. ماشي، فيقول لك also clinically occult، يعني يجيك المريض
حتى الكومبنسيتد شوك ما يشكو من شيء. ليش؟ لان الميكانيزم مال جسمه مسيطر على الستريسفول كونديشن، مسيطر عليها، فهو كلينيكالي كل شيء ما بي. بس احنا لا ننسى هاي الاعضاء الغير مهمه مثل السكين والجي اي تي والنشمه، اذا تركت اندر بريفيوز شنو راح يصير؟ راح يصير عندنا الاسكيميك ريبرفيوجن سيندروم. فجدا لازم ندير بالنا، مو معناته اذا هي كومبنسيتد احنا نعوفها ما نعالجها، لا لازم نعالجها. فبالتالي this state will lead to multiple organ failure. ليش؟ لان قلنا بس نرجع البرفيوجن، اذا احنا تركناها فتره طويله راح يصير اسكيميك ريبرفيوجن سيندروم. بس نرجع البرفيوجن راح يصير تنتشر البوتاسيوم، راح ينتشر الاميون سيل وما اعرف شنو، فراح يسبب لك multiple organ failure، راح يسبب لك cardiac depression والى اخره. فيسبب لك multiple organ failure and death if prolonged due to ischemic reperfusion effect. This يقول لك اللي مذكور فوق، ماشي؟ يعني بالصفحات الفاتت. Patient with occult hyperperfusion اللي هو يعني من يقول لك occult hyperperfusion معناته عنده acidosis بس normal urine output، يعني هو الأعضاء المهمة واصلها دم، ومن ضمن الأعضاء المهمة شنو؟ الكيدني. فاليورين أتوت مالك طبيعي، من تلقى يورين أتوت مالتك طبيعي وعنده أسيدوسيس، هذا يسمونه أكولت، أكولت إسكيميا. يعني كلمة أكولت يعني مخفي، إذا واحد ما يعرف معناته، تمام؟ patient with occult hyperperfusion يعني الhyperperfusion الخفي اللي هو metabolic acidosis despite normal urine output and the cardiorespiratory vital signs مالته normal. شو الcardiorespiratory vital signs؟ the blood pressure ماله طبيعي والheart rate ماله طبيعي. إذا هو عندنا شوك مثل ما قلنا hypotension وتكيكارديا المفروض، بس هنا بالأكولت خفي متخفي، اللي هو العلامة الوحيدة اللي مبينة هي metabolic acidosis، تمام؟ فأنت لازم تكون نبه، لازم تعرف يعني ممكن يكون عنده، يعني خصوصا هذا هنا عندنا المريض اللي عنده قرحة، عنده قرحة، فهاي القرحة بالمعدة يصير النزيف، ممكن يكون نزيف خفيف قطرات، فبالتالي يصير عنده occult blood loss، نزيف خفيف ما يبين. يعني هو إذا النزيف قوي رح يبين بالخروج ماله، بس إذا يكون قطرات المدة طويلة رح يصير بي hyperperfusion، تمام؟ هذا عندنا أشهر مثال عليه. For more than 12 hours يعني يقول لك إذا استمر هو بهايبرفيوجن أكولت هايبرفيوجن لأكثر من 12 ساعة مثل ما قلنا يعني دخل بإسكيميك ريبرفيوجن سيندروم، ماشي؟ فهذا المورتاليتي ريت ماله عالي. For more than 12 hours have a significantly higher mortality rate. Mortality يعني الموت. Infection rate and incidence of multiple organ failure. هسه هاي بالنسبة للcompensation اللي هو نسبة للvolume of blood الموجود خلت الجسم يقدر يعني clinically stable، يعني الجسم قدر يحافظ على نفسه، تمام؟ ما انخفض الضغط ماله وما صار عنده تكيكارديا وما صار عنده رابيد ريسبيريشن وما قل اليورين اوتبوت ماله ولا اخره. بس اذا كان نسبه البلد لوس اكثر من 15% لا، هنا كلينيكالي انستابل راح تبين عليه علامات سريريه، تمام؟ الديكومبنسيشن further loss of circulating volume overload the body compensatory mechanism. يعني العمليات التعويضية مالت الجسم ما راح تقدر تحافظ على الفوليوم، ماشي؟ and there is a progressive renal respiratory and cardiovascular decompensation. in general بشكل عام قلنا لازم اكثر من 15% من circulating volume انت فقدته، يعني انت نزفت اكثر من 15% وانت عندك 6 لترات الى 5 ليتر هاي من اوف بلاد، انت فقدت 15% من عدد، تمام؟ يلا تدخل بالديكومبنسيتد ستيت، تمام؟ is within the normal compensatory mechanism. A blood pressure is usually well maintained. هاي هنا يعني هذا الكلام يعني قايل لك هذا هنا ممكن ام سي كيو يقول لك blood pressure يعني blood pressure is well maintained يعني يظل محافظين عليه بالطبيعي الى ان يصير فقدان البلد اكثر بين 30 و40. من انت تفقد 30% الى 40% لا، البلد برشر راح ينخفض، تمام؟ فمثل ما قلت لكم ممكن المريض بدا يدخل بشوك بس البلد برشر ماله طبيعي، هل هذا معناته احنا اكسكلوجن للشوك استثنيناها؟ لا، انت لازم اكو هواي عوامل، ممكن يكون هو عنده ضغط، ممكن لا هو الضغط يعني هو فاقد كميه خلينا نقول 20% بعد الضغط محافظين عليه، فانت لازم تفحص، لازم تسال، لازم تحط ببالك الاسباب، يعني هذا هو الطب، ماكو شيء 100%، تمام؟ فالديكومبنسيتد شوك
الديكومبنسيتد شوك راح تتقسم الى حسب كميات السواء، حسب كميات البلد اللي انت فقدتها، الى مايلد مودريت وسيفير. مايلد ومودريت وسيفير شوك، تمام. نروح على هذا المخطط اللي انا سويت لكم اياه، الجدول اللي هو يعني تقريبا اهم الاشياء الموجوده عندنا بالمايلد شوك. بالمايلد ديكومبنسيتد شوك انت تراقب اربع شغلات عندك بالشوك، بالديكومبنسيتد شوك اربع شغلات لازم تراقبها بالمريض. لازم تراقب الضغط ماله، البلد بريشر، الهارت ريت ماله، واليورين اوتبوت الادرار، والمنتل ستيت اللي هي الحاله العقليه مالته، تمام. بحاله المايلد ديكومبنسيتد شوك يعني هذا نقدر نقول فاقد بين ال 15 الى 30% من الدم ماله، بين ال 15 الى 30% من الدم ماله، تمام. المايلد بين ال 15 لحد ال 30%. البلد بريشر مالنا راح يكون ويل مينتين يعني طبيعي تقريبا، يعني حسب ايا يكن، يعني ممكن نقول 120 على 80 البلد بريشر مالنا طبيعي. الهارت ريت مالته اكو تاكيكارديا بس مو جدا قوي، يعني هو كلمه تاكيكارديا لازم النبض مالك فوق ال 100، خلي يكون النبض ماله 110 115 هذا التاكيكارديا، هذا الهارت ريت. اليورين اوتبوت ماله بالمايلد ديكومبنسيتد شوك يعني اكثر من 0.5 مليليتر بير كي جي ان اور، ماشي. يعني نقدر نقول اليورين اوتبوت ماله، الاوتبوت ماله طبيعي، الادرار ماله كميته طبيعيه، ماشي. احنا شلون نحسب الكميه مالت الادرار؟ لازم خلال الساعه الوحده 0.5 يعني نص مل الكل كيلوغرام، يعني اذا شخص وزنه 100 لازم 100 كيلو، لازم خلال الساعه الوحده نضرب ال 0.5 في الوزن ماله اللي هو 100 راح يطلع لنا شقد؟ هذا من يعني يطلع لنا 500 مو صحيح؟ هذا هنا صفر، راح يطلع لنا 50، 50 مل، 50 مل اوف يورين يعني 50 مل من الادرار بالساعة الوحدة، هذا معناته نورمال، لازم أكثر من 0.5، يعني إذا 0.5 فما فوق طبيعي، يعني ممكن يكون 0.8 أو 0.7، هذا نورمال يورين أوتبوت. هذا الرقم حفظوه، هذا الرقم مال 0.5 بير كي جي ان اور جدا مهم، انت لازم تعرف شنو النورمال يورين اوتبوت، تمام. فهو اليورين اوتبوت ماله طبيعي يعني اكثر من 0.5 بير كي جي ان اور، تمام. المنتل ستيت اللي هي الحاله العقليه مالته طبيعي، يعني تحكي ويا المريض يتناقش وياك نقاش طبيعي، تمام. هاي بالنسبه للمايلد ديكومبنسيتد شوك. المودريت شوك هذا عنده النزيف بين ال 30 لحد ال 45% من الدم اللي عنده بجسمه، هذا عنده ضغط، قصدي عنده انخفاض بالضغط، عنده هايبوتنشن، تمام. عنده هايبوتنشن يعني ممكن يكون 90 على 60، تمام. خفقان، يصير عنده النبض ماله سريع، ممكن يكون عندك النبض 140 النبض ماله، يعني اكو تكيكارديا اكثر 140 150، هاي التكيكارديا. اليورين اوتبوت مالته احنا اقل من الطبيعي، less than 0.5 ml per kg، يعني ممكن يكون هو وزنه قلنا 100 راح نلقى بالاور الوحده مالته يعني مثلا 30 ml فقط، يعني اذا هو وزنه 100 المفروض يكون اقل شيء 50 مثل ما قلنا، اقل شيء 50 هو هنا 30، فما قلنا اقل من نستخدم هاي المعادله مثل شلون سويت لكم، هو اقل من 0.5 مللتر لكل كيلوغرام خلال ساعه واحده، تمام. من تجي تتكلم ويا المريض اللي هي الحاله العقليه مالته المنتل ستيت راح يكون دراوزي. دراوزي يعني خامل، نعسان، ينعس، يعني انت تحكي وياه الا ترفع صوتك، الا تعيد عليه السؤال اكثر من مره، وكونفيوزد. كونفيوز يعني حاير، يعني مثلا انت تقول له احنا هسه وين، يقول لك مثلا احنا هسه مثلا بالبيت وهو بالمستشفى، هسه بيش الساعه، هسه الصبح لو الليل، ما يعرف، كونفيوزد، دايخ، تمام. هاي بالنسبة للمودريت. السيفير ديكومبنسيتد شوك نسبة البليدنج عنده أكثر من 45%، نازف أكثر من 45% من البلد اللي عنده، هذا بالغالب يموت، يعني شو تسوي أنت ما تلحق عليه، ماشي. سيفير هايبوتنشن الضغط ماله منخفض، يعني ممكن يكون 40 على 20، ممكن الهارت ريت ماله ممكن يكون 180 190 200. طبعا احنا يعني ايش قد يقدر يكون، اكو هاي معادله على يعني متعرف اقصى شيء ممكن يوصل الهارت ريت مالك اللي هو
220 ناقص الايج، يعني حسب العمر ماله ايش قد يعني. مثلا هسه انا عمري خلينا نقول للسهوله انا عمري 20 سنه مثلا، ف220 ناقص 20 يساوي 200. انا الهارت ريت مالي اعلى شيء ممكن يوصل 200، هذا تلقاه واصل 200. هذا اذا اجاك هذا المريض اللي عمره 20 سنه بشوك، هذا الهارت ريت ماله واصل 200، لان الهارت يريد بس يوصل الدم للانسجه، بس يريد يحافظ عليها. تمام. اليورين اوتبوت زيرو، ما عنده اي يعني، هو مثل ما قلنا هو فاقد 50% خمس اكثر من 45% من الدم ماله، فاليورين اوتبوت يعني ما جاي يوصل شيء للكدني، والكدني ما راح تطرح اي شيء، فاليورين اوتبوت ماله زيرو او مقارب للزيرو. يعني اذا مثلا تطلع لك 2 او 3 ملي لتر، يعني مقارب للزيرو او زيرو. تمام. اما الحاله مالته فاقد الوعي، انكونشس، يعني تحكي وياه ما يرد عليك، انكونشس فاقد للوعي. هذا بالنسبه يعني التايب اوف الديكومبنسيتد شوك بهذا المخطط. هسه نجي علينا هنا نفس الكلام، هو راح يعيدونه. تمام. المايلد شوك يقول لك انيشال ذيرست تاكيكارديا، اكو تاكيكارديا مثل ما قلنا، اكو انا بهذا بالمخطط حطيت لكم الاربع شغلات اللي هن بيناتهم الفروقات، اكو شغلات ما حطيتهن لانهن موجودات بالكل، ومثل ما قلنا يتفسرن من التفسير مال الشوك الانترا اللي هو مثلا يعني الريسبيراتوري الكالوسيس، يعني راح عندنا التكيبنيا، بس هذني الشغلات موجودات بالكل، يعني التكيبنيا موجوده بالمايلد والمودريت والسيفير، ما راح تفرق، فما حطيتها بالمخطط لان غير مهمه. فاحنا عندنا انيشالي ذير تاكيكارديا، اكو زياده بالنبض، اكو زياده بالتنفس تاكيبنيا، ذير از ا مايلد ريدكشن ان يورين اوتبوت، يعني قليل جدا قليل انخفاض، بس هو طبيعي ماشي. And the patient may exhibit a mild anxiety، يعني ممكن يكون توتر خفيف بس هو حتى طبيعي، يعني واكيد خايف وجاي عنده جرح جاي ينزف، ممكن توتر خفيف ماشي. anxiety يعني توتر قلق. تمام. A blood pressure is maintained، الضغط طبيعي ماشي بال mild shock. Although there is a decrease in the pulse pressure، البولس برشر اللي هو يعني كلمة بولس برشر، بولس برشر معناته السيستوليك ناقص الدايستوليك، يعني الضغط مال الهارت بالتقلص ناقص الضغط بال قصد الضغط مال الارتري بالسيستول وبالدايستول. خلينا نقول مثلا هذا الافرج عندنا 120 وهنا 80 الضغط، فبالتالي راح يطلع لنا الضغط البولس برشر 40. بالمايلد شوك اكو شيء يسمونه، هذا راح يصير قليل بيناتهم، البولس بريشر راح يصير مثلا 10 او 15. السبب انه يعني راح يصير عندنا مثل ما قلنا راح يصير عندنا سمباثاتيك اكتيفيشن، راح يصير هنا عندنا فازو كونستريكشن، راح يصير عندنا تقلص بالشرايين. من يصير تقلص بالشرايين الدايستوليك يزداد، فبدل ما هو 80 راح يصير عندنا مثلا خلينا نقول 90 او 100. هاي الفكره من عندها، يعني مو ذاك الشيء المهم، بس انت اعرف انه مثل ما قلنا احنا راح يصير تقلص بالشرايين عاود يقلل النزيف، من يصير تقلص بالشرايين يزداد الدايستوليك، لان يعني الدايستوليك هو احنا البريشر الهايبر الضغط جزء يعتمد على التقلص مالت الهارت اللي هو السيستوليك، السيستوليك له علاقه بالهارت، الدايستوليك له علاقه بالفيسلز، كل ما التقلص مال الفيسل اقوى كل ما يزداد. تمام. فالدايستوليك راح يزداد لان احنا عندنا فازو كونستركشن. تمام. هذا هو جاي لك. And a decrease in pulse pressure. The peripheries يعني الأطراف مالتك are cool، باردة ماشي. ليش؟ لأن قلنا إحنا راح نخلي الدم يروح بالاتجاه الأعضاء المهمة، فالأطراف يعني مثلا عندنا الجلد ما أعرف شنو راح نبعد عن الدم. Cool يعني المفروض cold يكون يعني باردة قصده. And sweaty with a prolonged capillary refill time. الكابيلاري ريفيل، اذا اكو حد ما يعرف شنو معناته الكابيلاري ريفيل، هسه جيب ايدك اليمين حطها على الظفر مال صبعك الكبير وضغطه، ضغطه بكل قوتك راح تشوف ظفرك صار لونه ابيض، شيل ايدك عنه راح تلقاه يرجع يصير احمر خلال ثانيه الى ثانيتين. تمام. هو ليش صار ابيض؟ لان انت ابعدت الدم، ضغطته فوخرت الدم عن الظفر، وخرت الدم عن الصبع كله، من شيل ايدك راح يرجع الدم ينتشر. هذا هو الكابيلاري ريفيل. زين انت اذا اصلا الدم لهاي الاطراف مالتك انت ما واصل، الدم قليل، انت مسوي فازو كونستكشن بهذا المكان، فمن راح تضغط انت راح تزيح الدم، هو دم قليل اصلا، فمن يريد يرجع راح يرجع بفتره اطول، فبالتالي الكابيلاري ريفيل مالك راح يصير اكثر من ثانيتين. هاي معناته الكابيلاري ريفيل، تقدرون تبحثونها باليوتيوب، يعني هاي علامه تستخدم هواي، يعني عمود
هي يعني تستخدم على الرغم من عدم دقتها، بس هي تستخدم يعني تفيدكم إذا تبحثونها باليوتيوب وتعرفونها شو تفيدكم بالعمل مال الباطنية والجراحة والأطفال. شوفوها ولو هي ما يحتاج يعني تخيلوا أنت تلزم ظفرك وضغطه راح تشوف صار أبيض شيله راح يرجع يصير أحمر خلال ثانية إلى ثانيتين. هسا المودريت شوك مثل ما قلنا البلد برشر راح يبدي ينخفض واليورين أوتبوت مالك راح يصير أقل من 0.5 الكل كي جي خلال ساعة. تمام، هاي أهم شيء بالفروقات. As the shock progress راح يصير عندنا renal compensatory mechanism fail renal perfusion fall واليورين أوتبوت مالك شنو راح يقل dips below ال 0.5 مل الكل كي جي بير اور. تمام، ذير از فيرذر تاكيكارديا راح تزداد التاكيكارديا اند ناو ذا بلود بريشر ستارت تو فول والضغط هنا راح يبدا ينخفض. تمام، بيشنت بيكم دراوزي اند كونفيوز مثل ما يصير مثل المنعس ويعني ما يفهم الوضعيه دايخ ما يدري شنو الفيلم. تمام، السيفير شوك لا عندك هاي تنشن اليورين اوتبوت مالك صفر تاكيكارديا ايش قد ما يقدر الهارت يصير الريت ماله عالي يصير. تمام، والبيشنت مغمى عليه انكونشس. ان سيفير شوك ذير از ا بروفاوند تاكيكارديا اند هايبوتنشن اليورين اوتبوت فول تو زيرو اند البيشنت ار انكونشس وذ ليبرد ريسبيريشن يعني التنفس مالتهم جدا صعب وسريع. هذا هو من الفكره من عنده. تمام، هسه هنا أنا بعد يحكي لك عن ذني الساينز اللي حكيناها. هسه احنا تقريبا يعني المحاضره اغلبها انتم فهمتوها، هذا الكلام راح يصير يعني مجرد انا افسر لكم اياه وانتم الشوك هسه تقريبا كلها فهمتوها. راح يظل بس عندكم المانجمنت اللي هي راح يحكي عن الهايبوفوليميك شوك. هسه نوصلها، هي شوي المحاضره طويله يعني اذا تقدرون انتم تسرعون الفيديو من تسمعون المحاضره من تسمعون تقدرون باليوتيوب تسوون الاعدادات مالت السرعه تخلونها مثلا على 1.5 او تقدرون تشوفون الفيديو على جزئين بكيفكم انتم. الكابيلاري ريفيل موست بيشنت يقول لك ان الهايبوفوليميك شوك ويل هاف كول بيل بريفريز ماشي وذ برولونج كابيلاري ريفيل تايم مثل ما قلت لكم يعني من راح تضغط عليه راح يظل ابيض اكثر من ثانيتين. However, يقول لك يعني على الرغم من the actual capillary refill time vary so much in adult that it is not a specific marker يعني هو مو شيء دقيق 100% ماشي of whether a patient is shocked and the patient with short capillary refill time maybe in the early stage of shock. تمام، يقول لك in distributive shock اللي هي septic shock مثل ما قلنا راح يصير vasodilation بكل أنحاء الجسم من ضمنهن الأطراف فبالتالي الكابيلاري ريفيل تايم راح يكون طبيعي اذا ما يكون مزداد اصلا. تمام، ان ديستريبيوتيف شوك ذا بريفري ويل بي وارم دافيه اند الكابيلاري ريفيل ويل بي بريسك يعني سريع ديسبايت بروفاوند شوك. فلهذا يقول لك الكابيلاري ريفيل مو دقيق لا تعتمد عليه جدا. تمام، التاكيكارديا اللي هي زياده النبض ما الهارت ريت تاكيكارديا may not always a combined shock يعني مو دائما مثل ما قلت لكم الطب ما بيشي 100% يعني يقول لك التاكيكارديا may not always a combined shock. شنو السبب؟ ممكن الشخص هو ماخذ أدوية تخلي الهارت ما يصير بي increase in the rate يعني هو شخص عنده أنجينا عنده ذبحة صدرية والعلاج مال الأنجينا بيتا بلوكر اللي هي الأدوية تخفض السمباثاتيك تون. تمام، فهذا اذا يصير عنده شوك هل انت تتوقع راح يصير عنده تاكيكارديا بوجود البيتا بلوكر؟ لا ما راح يصير عنده تاكيكارديا. بس التاكيكارديا يعني شلون تقول كعلامه بشكل عام، بس مثل ما قلنا انت تبدي الابروش للمريض انت تبدي عليه هيستوري من الهيستوري عندك الفارماكولوجيكال هيستوري تساله شنو الادويه اللي تاخذ راح يقول لك بيتا بلوكر فانت راح تربط الاحداث. تمام، patient who are on beta blocker or who have implanted pacemaker اللي عندهم pacemaker يعني هذا جهاز خارجي هو ينظم نبضات القلب فبالتالي ما راح يتحفز مثل الكهربائيه مالت القلب العادي هو مضبوط على كهربائيه معينه. تمام، unable to mount a tachycardia ما يقدرون يسوون tachycardia a pulse rate of 80 مثلا عندنا الهارت ريت بواحد رياضي 80 يعتبر عالي لان الرياضي هو عنده كاردياك هايبرتروفي عضله القلب مالته متضخمه اصلا كبيره بسبب التمارين مالته ف 80 تعتبر عاليه. تمام، هو نورمالي هاز ا بولس اوف 50 از ا فيري ابنورمال فرذر مور ان سم يونج بيشنت وذ بينيتريتنج تروما وير ذير از هيموريج بات ليتل تيشو دامج ذير مي بي ا بارادوكسيكال برادي كارديا
rather than tachycardia accompanying the shock state. يعني هذا حقيقة جزئية غير مهمة لأن هي ما مفهومة. يعني هو إذا أكو هيموريج بس يقول لك but little tissue damage راح يقول لك أكو paradoxical bradycardia. إذن مو الهيموريج، هو الهيموريج مو نزيف، فبالتالي راح ينفرز الكاتيكولاماين، راح يتفعل الأدرينالين، راح يتفعل السمباثاتك وينفرز الأدرينالين ويصير تاكيكارديا. فأنا حقيقة هاي الجزئية يعني ما مفهومة، وأنا أنصحكم تتركونها يعني ما منها فائدة. هو إحنا نعرف إنه يقول لك تاكيكارديا بالشوك، شنو ممكن يخلي يمنع التاكيكارديا؟ ممكن يكون شخص رياضي، ممكن ما أخذ بيتا بلوكر زايد، بس هاي يعني جزئية أنا يعني غير مفهومة. يعني تقدرون تسألون، يعني أنا بحثتها ما فهمتها، تقدرون تسألون الدكتور تأكدون من عنده بكيفكم. بعد هسه عندنا البلاد بريشر راح يشرح نحكي عنه. It is important to recognize that hypotension is one of the last signs of shock. يعني آخر العلامات اللي تبين مال الشوك هو الهايبوتنشن، تمام؟ Children and fit young adults are able to maintain blood pressure until the final stage of shock by a dramatic increase in the stroke volume and the peripheral vasoconstriction. يعني يقول لك الشوك، أقصد البلد بريشر، ممكن يكون آخر العلامات اللي تبين بالشوك بيشن. مثل ما قلنا لازم يكون فاقد أكثر من 30-40% من البلد يلا يصير عنده يبدي عنده change بالبلد بريشر، تمام؟ فهو أنت يعني لازم تفحص المريض وما تعامل المرضى كلهم سواسي، لازم أنت يكون فحص دقيق، أسئلة دقيقة إن أنك توصل. يعني مو شرط إلا تلقى البلد بريشر منخفض 100 تلقى يلا تقول هذا المريض شوك، لا. يعني إذا هو مريض مثلا بدأ ينزف نزف خفيف، أنت تنتظر لحد ما يصير عنده هايبوتنشن يلا تقول عنده شوك، لو قبل تحط تقلل النزيف عن طريق الضغط وتنطي فلويد، أكيد توقف النزيف وتنطي فلويد، تمام؟ مو إلا تلزم جهاز الضغط وتشوف الضغط ماله منخفض يلا تقول إيه هذا نعم دخل بهايبوفوليميا هسه أوقف النزيف يلا أنطي شوك. هاي الفكرة، يعني كلام بديهي. Thus patient can be in a profound shock with a normal blood pressure. يقول لك الإلدرلي patient who are يعني يقول لك ممكن يكون هو اصلا هو كان عنده ضغط، المريض عنده ضغط واجى وصار عنده نزيف فحس الضغط ولا لقيت الضغط ماله طبيعي فرجعنا، هل هو طبيعي؟ لا هو مو طبيعي، لان هو غير طبيعي بالنسبه للي كان عليه. يعني هو مو شرط القراءات هنا تكون، تمام؟ elderly patient who are normally hypertensive هو كان عنده ضغط may present with a normal blood. normal بالجهاز بس هو بالحقيقه مو نورمال، هو كان الضغط ماله 180/110 من صار عندنا نزيف صار خلينا نقول 110/108 هو مو نورمال، هو هايبوتنشن مقارنه الحاله الجسمي، تمام؟ بريشر فور ذا جنرال بوبوليشن نعم فور ذا جنرال بوبوليشن بات بي هايبوفوليميك اند هايبوتنسيف ريليتيف تو ذا يوجوال بلاد بريشر. يعني نفس الكلام، بيتا بلوكر اور اذر ميديكيشن ماي بريفنت ا تاكيكارديك ريسبونس. The diagnosis of shock may be difficult unless one is alert to this pitfall. يقول لك يعني تشخيص الشوك ممكن يكون صعب عليك إذا ما تحط هاي المتغيرات ببالك، تمام؟ هسه هنا يقول لك الكونسيكونس يعني العواقب، عواقب الشوك. إذا أجاك مريض شوك شنو ممكن راح يصير؟ شنو نهاية المريض؟ واحدة من ثلاث شغلات، يا أما المريض تعالج ويشفى، يعني أنت إجى عليك حطيت لك كانيولا وقفت النزيف نطيت فلويد شفيت انت المريض، او لا اجى عليك المريض متاخر ما تقدر تسوي له شيء انريسوسيتيتابل، اجى عليك المريض ورا فتره انه هو داخل باسكيميك ريبرفيوجن سيندروم، هذا انت بس تنطي فلويد بس ترجع البرفيوجن راح يموت المريض. يعني انت هنا هذا انريسوسيتيتابل ما تقدر تنحشه، ما راح تقدر ترجع للحياه، لو شو تسوي له هو راح يموت. واخر شيء اللي هو اللي يعني الفيت اللي هو مالت المالتيبل اورجن فيلير اللي راح يصير عنده فشل عضوي ان هذا تشي ما وصل لبرفيوجن فمات العضو. هاي الفكرة، فرح نجي عليها. أولا الانريسوسيتيتابل شوك اللي هو patient who are in a profound shock for a prolonged period of time، معناته prolonged period of time معناته دخل بالسكيميك ريبرفيوجن سيندروم. cell death follows from cellular ischemia and the ability of the body to compensate is lost. there is myocardial depression قلنا بسبب البوتاسيوم and loss of responsiveness to fluid or ionotropic therapy.
Peripherally, there is loss of the ability to maintain systemic vascular resistance and further hypertension occur. The peripheries no longer respond to respond appropriately to the vasopressor. Vasopressor يعني أدوية ننطيها إحنا تقلص الشرايين تمام؟ يعني مرات السمبثاتيك ما يقدر يعني ما يقدر الشرايين هواي وراح يجهد يخلص الأسيتايل يخلص الأدرينالين الموجود فإحنا ننطي أدوية شلون نقول ميمك ذا اكشن تشابه عمل الادرينالين فازوبريسا تقلص الاوعيه فبالتالي الموت يعني شلون نقول انيفيتابل لا مفر منه بهاي الحالات الريسستيتابل يعني هذا خصوصا بحالات الحروب يعني مريض انجرح الحروب الانفجارات يعني اللي انهمل هذا المريض انهمل انت ترك فتره طويله بدون علاج حتى اذا انت تجي عليه تحاول تعالجه راح يموت فاينال الريسستيتابل شوك تمام المالتيبل اورجان فيلير هو يقول لك المالتيبل اورجان فيلير يعني as a technique of resuscitation has improved more and more patients are surviving shock جاي يقول لك احنا كل ما جاي يتقدم الطب ويتطور المرضى جاي ينجون من الشوك اكثر فاكثر يقول لك المالتيبل اورجان فيلير يعني يعرف على انه فشل اكثر من عضوين بنفس الوقت ماشي مالتيبل is defined as two or more failed organ system ماشي two or more failed organ system there is no specific treatment for a multiple organ failure ماكو علاج واضح لهم العلاج يكون سوبراتيف يعني فرضا واحد عنده رينال فيلير انت العلاج ماله شنو هو يا اما يعني هو اذا عنده اكيوت رينال فيلير راح تسوي الشغل اللي تسوي الكليه اللي هو تسوي له دياليسيس تسوي له غسيل كلوي واحد عنده ريسبيراتوري فيلير شنو العلاج انت تنطي ادويه ما تنطي ادويه العلاج ماله انت تجيب جهاز يسوي شغل اللانج اللي هو تحطه على الفنتليتر يعني تدخل جهاز اللي هو يسوي عمل اللانج هذا هو العلاج الوحيد للمالتيبل اورجان فيلير تمام فالمانجمنت از سبورتنج اوف الاورجان سيستم يعني مساعده الاعضاء مالتنا عن طريق الفنتليشن يعني اذا فشل رئوي اللي هو الرئه وظيفتها الفنتليشن التنفس تساعدها بالفنتليشن كارديوفاسكولار سبورت اند الدياليسيس الهيموفلتريشن دياليسيس يعني الغسيل الكلوي until there is recovery of the organ function الى ان ترجع اعضاء الاعضاء تشتغل بس هل هي يا ترى راح ترجع بالغالب 60% ما ترجع يعني المورتاليتي ريت اذا مريض طب مالتيبل اورجان فيلير 60% يموت يقول لك المالتيبل اورجان فيلير currently carries a mortality of 60% فبالتالي يعني هو بالغالب يموت فاحنا لازم نمنع المالتيبل اورجان فيلير باي early intervention ايش قد ما نقدر نحاول نعالج المريض باسرع ما يمكن تمام سهنا انا قايل لك الافكتس اوف الاورجان فيلير يعني ان باللنج يعني يصير عندنا اكيوت ريسبيرتوري ديستريس انا هاي كلام ما من الكيدني يصير اكيوت رينال هاي انا كاتب ليفر المفروض اكيوت رينال يعني فشل كلوي اكيوت رينال انسفشنسي الكلوتينج يصير عندنا كوغلوباثي الكاردياك يصير عندنا كاردياك فيلير والى اخره بس راح نتكلم عن الريسوستيشن مثل ما قلنا بالريسوستيشن بالشوك اهم شيء انت تجي عندك عندنا شغلتين تحط تو لارج يعني تو كانيولا لارج بور كانيولا وستارت جيفينج فلويد هاي اهم شيء هي قلنا هايبو يعني بحسبان انها هايبو فوليميك شوك وانطي ابدي فلويد هذا اهم شيء هذا الفيرست لاين انت من سويت هاي يعني انت تقريبا نقفت المريض تمام هذا الريسوستيشن بحاله الشوك Immediate resuscitation maneuver for patient presenting in shock are to ensure the patient airway and adequate oxygenation and ventilation. مثل ما قلنا كلمة resuscitation ال A B C D airway breathing circulation وال D أيضا هم disability يعني هذا neurological exam مو مهم هسه إحنا شغلنا بال C بال circulation تمام يقول لك resuscitation should not be delayed in order to definitively diagnose the source of shocked state. مثل ما قلت لكم اذا انت حسيت انك ما تعرف هل هذه الشوك مثلا سبتك شوك هل هاي الشوك اوبستكتيف شوك هل هي هايبو فوليوم شوك ما جاي تعرف ما جاي تقدر تقرر شنو تسوي ما تنتظر التحاليل لا عالج المريض انه هايبو فوليوم لان هي الموست كومن فانت يعني غالبا راح يكون علاجك صحيح تمام يقول لك ما تنتظر لحد ما تتاكد من يا نوع من الشوك ستيت تمام However, the timing and nature of resuscitation will depend on the type of shock and the timing and severity of the insult. ماشي؟ يعني يقول لك بعدين ممكن
تعرف من التايمينج والنيتشر اوف الريسستيشن. يعني مثلا اذا انت عندك سيبتك شوك اكيد لازم تنطي انتي بايوتيك والى اخره. ممكن تسوي رابد كلينيكال اكزامينيشن ويل بروفايد اديكويت كلو تو ميك ان ابروبريت فيرست ديتيرمينيشن ايفن اف ا سورس اوف بليدنج اور سيبسيس از نوت ايميديتلي ايدنتيفايبل. يعني وهم ورا الاكزامينيشن الهيستوري ما وصلت له, if there is initial doubt about the cause of shock it is safe to assume that the shock is hypovolemia. هو هاي الحكاية الوحيدة المهمة من هذا الباراجراف. انت اذا ما قدرت تقرر يا نوع من الشوك عالجك هايبوفوليميك شوك اللي هو نطيف فلويد, تمام, ما يحتاج نعيد. ما عرفت شنو الشوك اعتبره هايبوفوليميك شوك, حفروها هاي في بالكم. begin with fluid resuscitation, تمام, ابدي فلويد and then assess the response. مثل ما قلنا انت نطيف فلويد هو ما راح يضر شيء, انت نطيته فلويد. من نطيته فلويد اذا استجاب للفلويد يعني شو استجاب, يعني مثلا المنتال ستيت مالته هو اول شيء يتغير عند المنتال ستيت. مثل ما قلنا احنا ممكن نراقب اليورين اوتبوت, بس اليورين اوتبوت احنا لازم نحس خلال ساعه كامله, فاحنا ليش ما نستخدم شيء اسهل من اليورين اوتبوت ويكون خلال دقائق اللي هو المنتال ستيت. يعني اذا كان خلينا نقول مودريت شوك راح يكون كونفيوزد دراوزي منعس دايخ ما ادري شنو, نطيته فلويد صح صح المريض قام يتفاعل وياك معناته نعم هذا هايبوفوليميك شوك, تمام. and then assess the response وراقبه. in patients who are actively bleeding يعني جايين يسفون major trauma aortic aneurysm gastrointestinal hemorrhage يقول لك it is counterproductive to institute high volume fluid therapy without controlling the site of hemorrhage. هو اكيد انت مين يجيك شخص جاي ينزف انت يعني هو طبعا الشوك انت ما تعالجها بوحدك, انت فريق كامل, فانت راح تقول للشخص الفلاني انت وقف لي النزيف, راح يشوف مثلا هو جاي ينزف من بطنه راح يجيب ويضغط على بطنه على المكان مال النزف, جاي ينزف من ايده راح يضغط على المكان مال النزف راح يوقف النزيف. انت الشخص الفلاني حط لي اثنين كانيولا وجيب لي فلويد وخلي بدي ننطي فلويد. فهنا يقول لك مو تنطي فلويد والمريض جاي ينزف, ليش؟ لان انت من راح تنطي فلويد نفرض هو هذا هذا هنا عندنا شريان هذا vessel جاي يصير بي نزيف من هنا, تمام, هذا البلد جاي يمشي من هنا واكو جزء جاي يصير بي نزيف. اجيت انت نطيت انترافينوس فلويد, نطيت سوائل ونطيت بكميات, خلينا نسويها لون ثاني, نطيت بكميات كبيره, نطيت فلويد فلويد فلويد. زين هذا الفلويد من نطيته بكميات كبيره ما راح يطلع منه, من راح يطلع منه انا هاي الكميات وراح تجي بكميات كبيره شنو راح يسوي؟ راح يجرح المكان بالزايد, راح يسوي بعد بليدنج, راح يسوي بليدنج اكثر, فهذا المكان راح ينجرح, فبالتالي انت راح تزيد البليدنج. وبنفس الوقت كميه الفلويد الكبيره وبوجود النزيف, هو انت المفروض توقف النزيف انت عن طريق الضغط من الخارج, وبنفس الوقت الجسم مالك راح يحاول يكون خثر, راح يجي هنا يسوي كلوتينج فاكتور ويكون خثر على مود يسد المكان مال النزف. زين انت متنطي فلويد بكميات كبيره وهو جاي ينزف بعدها ما متوقف النزيف ونطيت كميات كبيره من الفلويد, هاي الكلوتينج فاكتور اللي موجوده بالدم من انت نطيت, يعني مثلا هذا الدم خلينا نقول هذا الدم بي هلقد كلوتينج فاكتور مثلا كلوتينج هلقد هم بي 3 مثلا, وانت نجيت واجت زيادت كميه الفلويد, فشنو صار؟ هذا صار بيه ديليوشن, صار بيه تخفيف, فبالتالي ما راح يشتغل صحيح. فانت اول شيء تشوفه وقف النزيف بعدين ابدي فلويد, يعني الثنائي يكون يصير بنفس اللحظة, مو تنطي فلويد وهو الرجال جاي ينزف, لا وقف النزيف وقبل ابدي فلويد, تمام. نعم it is counterproductive to institute high fluid volume therapy without controlling the site of hemorrhage. increasing blood pressure merely increase bleeding from the site of fluid therapy مثل ما قلنا راح يصير يزداد النزيف and dilutes the available coagulation factor راح يخفف العوامل مال التخثر. thus operative hemorrhage control should not be delayed and resuscitation should proceed in parallel with surgery. يعني اذا اجاك واحد جاي ينزف نزف قوي مثلا من بطنه تاخذه قبل العمليه, تاخذه على الغرفه مال العمليات توقف النزيف وبنفس الوقت تنطي انت الفلويد, تمام. Operative hemorrhage control should not be delayed and resuscitation should proceed in parallel with the surgery. Conversely, يعني بالعكس, a patient with bowel obstruction and hypovolemic shock
must be adequately resuscitated before undergoing surgery. Otherwise, the additional surgical injury and hypovolemia induced during the procedure will exacerbate inflammatory. مثل ما قلنا يعني هو عنده intestinal ذكرنا بالمحاضرة اللي فاتت اللي هو avoidable factor اللي تقلل لنا من ال body response to stressful condition من عندها الhydration اللي هو إذا شخص أصلاً هو hypovolemic ونريد نسوي له عملية بس العملية مو life threatening هو ما جاي ينزف سوي له good hydration تمام سوي له good hydration بعدين العملية لأن العملية راح مثلاً راح تصير عندك fluid loss وإلى آخره تمام هسه يقول لك يعني إحنا جاي نقول انطي fluid انطي fluid مثل ما تعرفون الفلويد أنواع أنواع مختلفة أنت الفلويد اللي تنطي لازم يكون تركيزه مثل تركيز البلازما يعني إذا البلازما تركيزها X لازم الفلويد تركيزه X هذا من يصير التراكيز المتساوية يسمونها نورمو تونيك فلويد هذا الفلويد اللي تنطي نورمو تونيك فلويد تنطي كريساسيتيشن فلويد طبعا عندنا هو يعني اللي هو اللي سامعينه هذا المغذي النورمال سلاين هو هذا ننطي او ننطي عندنا الرينجر لاكتيت هن ذني الانواع المغذيات اللي ننطيهن بهاي الحاله بس اكو الفلويد يكون النوعين يا اما يسمونهن كولويد يا اما يسمونهن كريستالويد الكريستالويد اللي هن هذن الشائعات اللي انتم شايفينهن بالغالب ذني الكريستالويد اللي هو عباره عن ووتر اند الكترولايت ماء واملاح تمام اكو شيء اسمه الكولويد اللي هو لا عباره عن فلويد زائد جزيئات كبيره يعني مولكيول لارج بارتيكل لارج مولكيول يعني مثلا فلويد زائد بروتينات مثلا فلويد زائد البومين تمام هاي يسمونه الكولويد وهذا يسمونه الكريستالويد يقول لك يا نوع من الفلويد تنطي يقول لك ما يفرق لا الكريستالويد يعني احسن ولا الكولويد احسن بالحقيقه اثنيناتهم نفس الشيء بس انت ليش احنا دائما نستخدم الكريستالويد اللي هو المغذي هذا النورمال سلاين والرينجر لاكتيت السبب انهم ارخص ومتوفرات بكميه اكبر ولا هما بالحقيقة اثنيناتهم نفس 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 النتيجة سواء إذا كانت كريستالويد أو كولويد. هسه أنا أقول لك الفلويد ثيرابي in all cases of shock regardless of the classification hypovolemia and inadequate preload must be addressed before other therapy is instituted تمام؟ أول شيء انطي فلويد لا تدوخ نفسك بأي شيء ثاني انطي فلويد لأن يعني عندنا hypovolemia عندنا under perfusion. يقول لك الـ administration of the ionotropic or the coronotropic agent يعني العوامل اللي تزيد تقلص القلب أو النبض ماله هذني نقدر نقول عليهن يعني الخط الثاني الخط الدفاعي الثاني ذني بالسكند لاين يعني ما يصير تنطيهن قبل لا تنطي فلويد ليش؟ لأن يعني أنت مر فرضا أنت واحد عنده bleeding وأنت قمت نطيته دواء يزيد النبض ماله الهارت رحت أنت أصلاً البلد قليل والهارت راح يشتغل بجهد جداً عالي الهارت أصلاً هو هم يحتاج أكسجين هو هم عضلة فأنت من راح تزيد النبض ماله وأصلاً ما عندك برفيوجين ما جاي يوصل الدم راح تتعب الهارت على الخالي بلاش فأنت شنو لازم تنطي فلويد بعدين تنطي الأشياء اللي تزيد النبض واللي تزيد التقلص مالت الهارت فيقول لك الأيونوتروبيك أو الكورونوتروبيك أيجنت given on an empty heart will rapidly بسرعة and permanently deplete the myocardium of oxygen راح تخلي الهارت يخلص الأكسجين ماله وعلى الخالي بلاش بدون أي فائدة and dramatically reduce the diastolic filling and therefore the coronary perfusion تمام فلهذا the first line بالشوك شنو هو fluid therefore is intravenous access يعني تحط اثنين كانيولات وايد بور اثنين كانيولة تحطها وايد بور يعني الفتحة مالتها كبيرة على مود نطي فلويد كميات جيدة وبسرعة is intravenous access and administration of a fluid تمام access should be thought short wide pore لازم يكون wide pore catheter wide pore cannula to allow rapid infusion of a fluid as necessary قايل لك إذا تكون narrow line such as central venous line أكيد ما تفيد لأن ما راح نقدر ننطيها ننطي الفلويد بطريقة جيدة تمام يقول لك يعني such as central venous catheter هذني ما يفيدن يعني مو فايدن باعطاء هذني النارو كاثيتر الاشياء النارو ما يفيدن بالاعطاء هذني يفيدن بالمونيتورنج تمام to allow rapid infusion and are more appropriate for monitoring يعني المراقبه مع حاله المريض تمام types of a fluid types of fluid يقول لك
اكو مثل ما قلنا نقاش، يا يعني ننطي الكريستالويد لو ننطي الكولويد. طبعا هو ماكو فرق، احنا انت انطي الكريستالويد يعني لان هو الارخص ومتوفر اكثر، لا اكثر ولا اقل. هاي يعني الملخص مع كلمة types of fluid. اشرح هنا there is a continuing debate، يعني اكو نقاش مستمر over which resuscitation fluid is best for management of shock. There is no ideal resuscitation fluid. ماكو شيء مثالي يقول لك. And it is more important to understand how and when it is administered. In most study of shock resuscitation, there is no overt difference in response or outcome between the crystalloid, اللي هي عبارة عن ماو أملح اللي هذا النورمال سلاين والرينجر لاكتيت، المغذيات اللي انت شايفين هي كلها عبارة عن كريستالويد، يعني بالغالب ما شايفين الكولويد. تمام؟ النورمال سلاين والرينجر لاكتيت او الهارتمان سوليوشن. اور الكولويد اللي هو عبارة عن ووتر زاد جزيئات كبيرة، يعني مثل عندنا الالبومين. تمام؟ الالبومين اللي هو بروتين، تمام؟ Furthermore, there is less volume benefit to the administration of colloid than had previously been thought, with only one third the time. الكولويد مثل ما قلنا هو عبارة عن سائل fluid زائد جزيئات large particle اللي هي البومين. تخيل انت هذا حط هذا blood vessel، دخلت انت به سوائل زائد الالبومين. هذا الالبومين شنو راح يسوي؟ راح يسحب السوائل من الأنسجة المفروض يدخلهن بالبلاد فيسل. هاي تفيد طبعا هاي الفكرة انه انت تسحب السوائل تدخلهن بالبلاد فيسل، يعني الالبومين يسحبهم، لان يسمونها الاوزموتيك بريشر، اوزموتيك جراديانت. نظريا الفكرة جدا جيدة، لان انت راح تسحب السوائل من الانترستيشال سبيس ما اعرف شنو، وانت تحتاج السوائل لان انت بحالة هايبوفوليميا. نظريا جيد، بس هو بالحقيقة من لقوا من يعني سووا بحوث حقيقية واقعية لقوا أن ماكو ذاك الفرق، يسحب كمية جدا قليلة، يعني مع العلم هو المفروض يسحب كمية من السوائل نظريا، بس عمليا هو ما يسحب، يسحب كمية جدا قليلة، يعني يجوز يسحب له خلينا نقول هالقد بس، لا أكثر ولا أقل. فعلى شنو نستخدم هذا الدواء، هذا قصدي السائل اللي هو أغلى واللي هو متوفر أقل، وبالإضافة إلى هو بي سايد إفكت، يعني أنت من تسحب السوائل من الانترستيشال فلويد انت ممكن تسحب السوائل من البرين، فبالتالي راح يسوي انكماش بالخلايا مالت البرين، واحنا كنا نعالجه من الشوك دخلت خليت الخلايا مالت البرين تموت، فهو بي كومليكيشن بي سايد افكت. فلهذا نستخدم المغذيات العاديه اللي عندنا هي النورمال سلاين والرينجر لاكتيت، لا اكثر ولا اقل. فيقول لك هنا مثل ما قلنا يعني هاي ال there is less volume benefit، مثل ما قلنا مجرد 1.3 times more crystalloid than the colloid. الكولويد قلنا هذا يعني النورمال سلاين، الكريستالويد اللي بيه الالبومين. There is little evidence to support the administration of colloid، يعني ماكو اي سبب يخليك تقول لك استخدم الكولويد over it. تمام؟ which are more expensive، هن اغلى and have worse side effect، واعراضهم الجانبيه اسوء. Most importantly the oxygen carrying capacity of the crystalloid and colloid is zero. ماشي. If blood is being lost, the ideal replacement fluid is a blood. يعني إذا أنت جاي تفقد دم، هو the blood administration نستخدمه إذا أنت فاقد بين 30 و45. من تفقد هالقد نبدي يلا نبدي ننطي blood. قبلها ما ننطي blood. فأنت معناته أنت من فاقد blood هواي، تروح أنت شنو تسوي؟ أنت راح تنطي كميات من الفلويد. يعني أنت تحط الكانيولا تنطي فلويد وتطلب من واحد روح جيب لي blood لهذا المريض. تمام؟ إذا هو نازف نزيف تنطي فلويد على ما يروحون يجيبوا لك بلاد، مو تنتظرهم لحد ما يجيبون البلاد وتخلي المريض يزداد اندر بيرفيوجن، لا انت انطي فلويد بالبدايه، وبعدين من يوصل للبلاد اترك الفلويد حوله على بلاد. تمام؟ وين وصلنا؟ بلاد. Also crystalloid therapy may be required while awaiting blood product، مثل ما قلنا يعني انت تستخدم الفلويد لحد ما يجي البلاد. تمام؟ الهايبوتونيك، الهايبوتونيك يعني التركيز السائل يكون اقل من تركيز البلازما مثل ما قلنا. ار بور فوليوم اكسباندر ما نستخدمها، احنا نستخدمها النورموتونيك اللي لازم يكون تركيز السائل الفلويد مثل تركيز الدم. تمام؟ تركيز البلازما ان شود نوت بي يوزد ان ذا تريتمنت اوف شوك انليس ذا ديفيسيت از فري ووتر، يعني يقول لك الا اذا كان السوائل اللي انت جاي تفقدها مجرد سوائل، مجرد ماء، يعني معناته انت الكولكتنج داكت مالتك جاي تفقد سوائل،
هي هاي الحاله الوحيده اللي حاله مرضيه يسمونها الدايابيتس انسيبيدس، اللي هو انت دايرتك هورمون مالك ما يشتغل، اللي هو وين قلنا يشتغل، يشتغل على الانت على الـ على الكولكتنج داكت، وظيفته يمتص فقط الماء. تمام، فنان يقول لك اللي يعني نستخدم الجلوكوز ووتر او الهايبوتونيك الا بحاله كان الووتر لوس هو يعني فري، الفلويد هو عباره عن فري ووتر لوس بحاله الدايابيتك انسيبيدس، دايابيتس انسيبيدس اللي هو معناته الانتي دايريتك هرمون ما يشتغل، الانتي دايريتك هرمون مالتك انسنسيتيف. تمام، هذا السلايد هنا الصفحه اللي هو يقول لك الدايناميك فلويد ريسبونس حقيقه يعني موضوع مو مفيد، مجرد شلون نقول الاطلاع عليه يعني هو مستحيل التسوي بالمستشفى. يقول لك the shock state can be determined dynamically by the cardiovascular response to the rapid administration of fluid bolus. كلمة bolus يعني أنت تنطيه إياه بالوريد بطريقة سريعة، يعني intravenous administration of fluid in a rapid manner. يعني تمام، يعني يقول لك in total ننطي بين 250 إلى 500 مل of fluid rapidly. rapidly يعني bolus. rapidly given خلال 5 إلى 10 دقائق، يعني تنطي هو 500 مل عبارة عن بطل، ترى بطل كامل من الفلو من المغذي. ماشي، and the cardiovascular response in turn of the heart. نشوف الـ cardiovascular response. تمام، the blood pressure and the central nervous system pressure are observed. patient can be divided into responder و transient responder و non responder على حسب هاي الكمية اللي نطيناهم خلال 10 إلى 5 دقائق. تمام، يقول لك الريسبوندر هذا اللي من تنطي هاي الكمية من الفلويد رابدلي هذا ان امبروفمنت ان ذير كارديوفاسكولار ستاتس ويتش از سستين، يعني سستين يعني يرجع طبيعي، يعني معناته هذا وصل عنده جرح خفيف ونزف، نطيت انت هاي الفلويد فالتكيكارديا خفت، وهذا وهي هي وهو عنده بس تكيكارديا، تكيكارديا والاكستريميتي مالته من كولد تحولت يعني رجعت الى طبيعتها، يعني معناته الدم رجع يوصل للاعضاء الغير مهمه. وهذا هو يقول لك these patients are not actively losing fluid but require filling to a normal volume status. تمام، يعني هذول ما جاي يفقدون باستمرار، يعني هذا خصوصا بالاشخاص اللي عندهم dehydration اللي عنده نقصان بالسوائل لان ما يشرب مثلا السوائل. تمام، هذول الترانزيت ريسبوندر العكس، انهم الريسبوندر ما عندهم مصدر مال فقدان سوائل، الترانزيت ريسبوندر لا، اكو شيء هو جاي يفقد شيء، جاي اكو مصدر لفقدان الفلويد مستمر بس بكميات قليله. Have an improvement which then revert to the previous state، يعني يتحسنون بس يرجعون لحالتهم اللي قبل الفلويد. The next 10 to 20 minutes these patients have a moderate ongoing fluid loss، يعني مستمر either overt hemorrhage يعني نزيف مخفي or further fluid shift reducing intravascular volume. نون ريسبوندر اللي ما يستجيبون هذول اللي سيفيرلي، هذول يعني معناته انت فاقد جزء جدا كبير من الفلويد ماله، اللي هو واضح يعني بالغالب راح يجيك هو اصلا بليدنج هيفي بليدنج، انت تيجي تنطي بلس خلال 5 الى 10 دقائق، يعني الكلام مو منطقي، هذا مجرد تقسيم. يقول لك ار سيفيرلي فوليوم ديبليتد ان ار لايكلي تو هاف ميجر اون جوينج لوس اوف انترافاسكولار فوليوم، هو يقول لك ميجر اون جوينج لوس، فانت يعني تقعد تنطي 250 إلى 500 خلال 5 إلى 10 ولازم ساعتك بتحسب، يعني الكلام مو منطقي، مجرد تقسيم، يعني إذا تقدرون تطلعون علي، أنا عن نفسي أنا أقول لكم هذا للأطلاع بس، شوف الدكتور إذا يشرح لكم إياه بالمحاضرة ويركز عليه. هسا إحنا قلنا أول لاين بالتريتمنت أوف شوك شنو هو؟ وقف النزيف وانطي فلويد، وقف النزيف وانطي فلويد، يا فلويد تنطي فلويد الكونسنتريشن ماله أو التونسيتي مثل التونسيتي مال البلازما، تركيزه مثل تركيز البلازما، اللي هو عندنا الرينجر لاكتيت، اللي عندنا النورمال سالين، هذني انواع الفلويد اللي ننطيهم. تمام، قلنا يا عم اكو كريستالويد واكو الكولويد، وشنو الفروقات بيناتهم؟ ماكو بالحقيقه، احنا الكريستالويد هو اللي نستخدمه لان يعني رخيص وما بي سايد افكت ومتوفر اكثر. تمام، هذا الفيرست لاين، هذا الخط الاول بالمانجمنت اللي هو انت لازم تسوي. الخط الثاني اللي هو تنطي أدوية تقلص الشرايين، فبالتالي أنت هاي الأدوية اللي تقلص الشرايين شنو فائدتها؟ راح تقلل النزيف، هاي الفكرة من عندها. تمام، أو ممكن تنطي أدوية تزيد التقلص وتزيد الهارت ريت والكونتراكتيليتي أوف ذا هارت. تمام، على مود تزيد البومبينج أوف بلود تو ذا أورجن،
لا اكثر ولا اقل. هذا السكند لاين يعني الخط الثاني، يعني ممكن المريض يحتاجه او ممكن ما يحتاجه. تمام. Vasopressor and ionotropic therapy is not indicated as the first line therapy in hypovolemia. تمام. يعني مو هي مو بالفيرست لاين، مو دائما نستخدمه. As discussed above قلنا يعني يعني خصوصا اذا تنطين قبل الفلويد، دير بالك تنطين قبل الفلويد، لان انت راح تصرف الاكسجين مالت الهارت وتخليه يتعب على الخالي بلاش، لانه اصلا ماكو فلويد يضخم، بس تخليه يتقلص على على لا شيء. Administration of this agent in the absence of adequate preload rapidly lead to decreased coronary perfusion and depletion of the myocardial oxygen reserve. Vasopressor اللي هي يقلص الاوعيه الدمويه such as the phenylephrine والنورادرينالين، هذا اللي يسمونها الفا 1 agonist، يعني تقريبا يحفزن واحد من الريسبترات اللي يحفزن الادرينالين اللي وظيفته تقليص الشرايين. تمام. Are indicated in distributive shock. يعني هذا يعني احنا قلنا هو بالهايبوفوليميك شوك مستحيل الفيرست لاين شنو فلويد، السكند لاين ممكن ننطي الفازوبريسر، بس بالسبتك شوك والانافيلاكتيك شوك لا. هي المشكله انه صار عندك فازو دايليشن، الفلويد فوليوم طبيعي ما بي شيء، فشنو ننطي؟ ننطي عندك الادويه اللي تقلص الشرايين. ماشي. فيقول لك هذني هذا الفينالفرين والنور ادرينالين، هذا النور ادرينالين والفينالفرين are indicated in distributive shock state. مثلا عندك عندنا سبسس والنيوروجينيك شوك ايضا، يعني احنا انت احنا فاقدين السمباثاتيك تون، فانطي دواء يشتغل شغل السمباثاتيك سيستم. تمام. where the peripheral vasodilation and low systemic vascular resistance leading to hypotension despite high cardiac output. يعني الهارت ما بي شيء والفوليوم طبيعي، بس مجرد دايليشن عندنا بالبلد فيسل، سوي فازو كونستكشن عن طريق هاي الأدوية. where the vasodilation is resistant، من يكون الفازودايليشن is resistant to catecholamine، يعني مثلا عندك واحد عنده اللي هو الكورتيزون ماله قليل، اللي هو عن relative steroid deficiency، مثل ما قلنا الكورتيزون يحفز شغل الأدرينالين، فإذا الكورتيزون ماكو الأدرينالين ما رح يشتغل صحيح. فبهاي الحالة شنو المشكلة؟ شنو تنطي علاج؟ تنطي أي دواء ثاني يضيق الشرايين، مثلا عندك ال ADH الفازوبريسين ADH اللي هو نفس اللي يسوي يشتغل على الكولكتنج داكت ويسوي ووتر ابزوربشن، ممكن له افكت بالفازودايليشن، له تاثير يعني ولو يكون طفيف الى متوسط، مو مثل الادرينالين والنور ادرينالين لا، يعني يقلصن بكل قوته. زين. يقول لك ان كارديوجينيك شوك اور وير مايوكارديال ديبرشن كومبليكيتد اشوك ستيت، يعني مثلا عندنا بالسيفير سبتك شوك وذ لو كاردياك اوتبوت، ممكن نعطي ادويه تحفز القلب على التقلص، اللي هو الدواء اسمه دوبيوتامين. دوبيوتامين اكو دوبامين اللي هو هرمون موجود بالجسم، واكو دواء اسمه دوبيوتامين. تمام. يعني اكو اختلاف، اكو الدوبامين هذا الهرمون اللي ينفرز من الجسم، واكو الدوبيوتامين هذا عباره عن يعني فارماكولوجيكال ايجنت. Ionotropic therapy may be required to release to increase cardiac output and therefore an oxygen delivery. The dobutamine is the agent of choice. ماشي. اللي هو هذا يشتغل على الهارت فقط، يزيد التقلص ماله ويزيد الهارت ريت، كل شيء بالهارت يزيده. هسه يقول لك المونيتورينج مال البيشنت with shock، اللي احنا نفسه السايز والسيمتومز اللي احنا شخصنا بهن الشوك راح نستخدمه للمونيتورنج. هو مثلا يعني كان هايبوتنشن، احنا المونيتورنج مال البلاد بريشر، راح نشيك البلاد بريشر مثلا كل ساعه. اليورين اوتبوت استخدمناه بالدايجنوسيس انه اليورين اوتبوت مالته قليل او اليورين اوتبوت مالته زير، راح نستخدمه بالمونيتورنج. الهارت ريت ماله كان مثلا 160، راح نستخدمه بالمونيتورنج، كل ما يقل كل ما احسن، وهكذا. The minimum standard for monitoring of a patient in shock is continuous heart rate and oxygen saturation. يعني احنا نشيك الهارت ريت والاكسجين ساتوريشن عن طريق هذا البولس اوكسيميتر. تمام. وفريكوينت نون انفيزيف بلاد بريشر، نشيك الضغط ماله. اند اليورين اوتبوت ميجرمنت. ماشي. موست بيشنت ويل نيد مور اجريسيف انفيزيف مونيتورينج انكلودينج، ممكن نشيك السنترال فينوس بريشر اند انفيزيف بلاد بريشر مونيتورينج. تمام. هذا يعني حقيقه يعني هو الشوك يعني راح يصير شغلك انت يعني هو حاله لايف ثريتنج، يعني ممكن يجيك بالطوارئ. يعني انت هاي سوالف الانفيزيف انت ما راح تسويهن،
فبالتالي انت المونيتورنج اللي لازم تضبطها شنو؟ لازم تضبط انك شلون تفحص الضغط بطريقه صحيحه، لازم تعرف شلون تفحص النبض ماله بطريقه صحيحه، لازم تشوف عندك الاوكسيميتر مالك جاهز، اليورين اوت بوت تعرف شلون، قلنا جد تعرف النسبه الطبيعيه اللي مثل ما قلنا 0.5 الكل كي جي بير اور، 0.5 مل لتر الكل كي جي بير اور. هذا من النقاط، هذا من النقاط اللي تركز عليها. الانفيزف يعني راح يصير شغل اخصائي تخدير مثلا هو اللي راح يشوفه. ذني قال لك الكارديو فاسكولار مونيتورنج ات مينيمم شود انكلود الاي سي جي، لازم نحط اي سي جي على مود نشيك يعني ممكن تكون كارديوجينيك شوك. وقلنا شنو اسباب الكارديوجينيك شوك؟ ممكن تكون ام اي، والام اي تشخص بالاي سي جي، ممكن اريثميا الاي سي جي يشخصها. يقول لك بعدين الاكسجين ساتوريشن ايضا، البولس ويف فورم، والبلاد بريشر، ان نفس الاشياء اللي استخدمناها بالتشخيص نستخدمها بالمونيتورنج. يعني حقيقة أنا هسه لو مكانكم هذا الموضوع ما أقرأ أعبره، يعني هو حاولوا لا تصلون الدرخون، هي مو بس درخ درخ درخ. إحنا شنو الأشخاص شنو الأشياء اللي شخصنا بيها؟ شخصنا بالضغط، شخصنا باليورين أوتبوت، شخصنا بالهارت ريت، شخصنا بالريسبيراتوري ريت، شخصنا باللاكتيك أسيد، هذني الأشياء. فإحنا نفسنا نستخدمهن بالمونيتورنج، تمام؟ يعني أنت فكر، يعني إذا أنت حفظت الأشياء مال التشخيص، الأشياء مال المونيتورنج هنا نفسهن أنا راح أشرحهن، بس انت تقدر تعبر هذا الجزء عبره مو الا تشوفه، تمام؟ يقول لك patient whose state of shock is not rapidly corrected with a small amount of fluid يقول لك should have a central venous pressure monitoring and continuous blood pressure monitoring through an arterial line، تمام؟ انا ممكن على مود تشيك الضغط الموجود بالهارت، يعني اذا تنطي كميه كبيره من الفلويد، اذا تنطيت فلويد بكميات مناسبه وما استعدل المريض ما رجعت نطيت كميات كبيرة، انت هنا جاي يتعرض المريض ممكن يدخل يعني هاي السوائل الهواي ممكن تروح تسوي لك بولمينر اديما، يعني تروح على الالفيولاي مالت اللانج ويصير فوقها فلويد، فبالتالي المريض احساسه مثل واحد جاي يغرق، يعني هو جاي يغرق المريض. فانت هاي الفلويد ما تنطيها بطريقة عشوائية، انت من تنطي فلويد انت حاط فوليس كاثيتر تراقب، يعني اذا مثلا اليورين اوتبوت ماله صار عالي جدا معناته جاي تطي فلويد عالي، تمام؟ اذا اليورين اوتبوت ماله قليل معناته جاي تطي فلويد قليله، فانت لازم تراقب كميه الفلويد ويا اليورين اوتبوت، تمام؟ هذا يقول لك السنترال فينوس بريشر اللي هو تشوف البريشر مال الجاجولار فين وتوصلها هم، يعني ممكن تشوف البريشر مال الرايت اتريوم كله. حقيقة يعني كلام يعني there is no normal central venous pressure اللي هو مالت مال jugular vein in for a shocked patient. يقول لك the normal CVP is of 2-5 centimeter of water. هاي من تقيس jugular venous pressure، يعني يقول لك هذا الطبيعي ماله من 2 إلى 5، يعني مو كلام مهم. تراقب الكاردياك اوتبوت، الكاردياك اوتبوت اكيد تراقبه خصوصا اذا هو كانت الكارديوجينيك شوك. الموضوع كاردياك اوتبوت مونيتورينج الكاردياك اوتبوت انت تراقب عن طريق الايكو، عن طريق الايكو هو يراقب لك اياها، تمام؟ كاردياك اوتبوت مونيتورينج allow not only the assessment of the cardiac output but also the systemic vascular resistance depending on the technique used and diastolic volume the preload والى اخره. use of invasive cardiac monitoring، كلمه invasive يعني انت تدخل شيء بداخل الجسم، يعني انت جاي تجرح الجسم، هاي كلمه انفيزيف. يعني مثلا الناظور المعده انفيزيف مثلا، بينما الاشعه مالت الصدر نون انفيزيف، يعني انت اكو شيء دخل للجسم هاي انفيزيف بروسيجر، الشيء من خارج الجسم يسمونه نون انفيزيف اذا اكو حد ما يعرف هذا المصطلح. انفيزيف كارديك مونيتورينج يوزنج بولمينر ارتري كاثيتر از بيكومينج ليس فريكوينت، يعني اقل هاي الاستخدام لها. As a new non-invasive monitoring technique such as a Doppler ultrasound and يعني عندنا الدوبلر يعطيك يراويك ال يعني ال شو اسمه الكارديك اوتبوت والى اخره. حقيقة يعني هو مو مهم، قلت لكم الاشياء المهمة هن ذني الاربع نفس اللي شخصنا بهن، الكارديك اوت اليورين اوتبوت البلود بريشر الهارت ريت والمنتال ستيت، هن ذني الاشياء اللي تسوي لهن مونيتورنج، تمام؟ بس هنا يقول لك الميجرمنت اوف ذا كارديك اوتبوت سيستميك فاسكولار ريزيستنت اند بريلود كان هيلب ديستينجويش التايب اوف شوك، تمام؟ كان هيلب ديستينجويش ذا تايب اوف شوك، مثل ما قلنا واذا حرنا ما عرفنا يا شوك عالجك هايبوفوليميك شوك، تمام؟
سنة أنا أقول لك المينيموم الأشياء يعني أقل ما يمكن أنت يعني هذني لازم تسويهن تمام. لازم تسوي له ECG، لازم تسوي له أوكسيمتري أو بولس أوكسيميتر، لازم تشيك البلد برشر، لازم تشيك اليورين أتبول. هذني البقية additional modality ممكن تساعدك بس مو شرط تسويهن. سنترال فينوس برشر، انفيسيف بلد برشر، الكاردياك أتبول عن طريق الإيكو مثلا أو الألتراساوند، والبيس ديفيسيت اند السيرم لاكتيك يعني تشيك اللاكتيك أسيد، ماشي تشيك اللاكتيك أسيد تمام. سيقول لك systemic and organ perfusion ultimately the goal of a treatment is to restore cellular and organ perfusion ideally therefore monitoring of the organ perfusion. هاي هنا أنا جاي يقول لك انك شلون تعرف الorgan perfusion جاي يرجع مثل ما قلنا عن طريق التابع اليورين اوتبوت. اذا اليورين اوتبوت برجع بدا يصير طبيعي معناته جاي يوصل فلويد للكدني والكدني بدات تطرح فلويد، يعني معناته الفوليوم عندك جيد، الرينين انجيوتنسين ما جاي يحتاج يصير لاكتيفيشن، بس هاي يحتاج لها اقل شيء ساعه على مدى تقيس اليورين اوتبوت. فقلنا اذا انت مستعجل ما تنتظر ساعه شنو تشيك؟ تشيك المنتال ستيت، تشيك حالته العقليه اللي هو اذا كان دراوزي ودايخ وما ادري شنو ولا ورجع صحصح وقام يحكي وياك كلام صحيح، اذا هذا انت جاي تمام انت بالطريق الصحيح. اذا هو انكونشس ورجع استعاد الوعي ماله معناته انت بالطريق الصحيح جاي تنطي فلويد جيد. اذا ما حالته نفسها معناته انت لا انت ما جاي تعالج صحيح. فبالتالي البرفيوجن should guide the management of a shock. The best measure of organ perfusion and the best monitor of the adequacy of shock therapy remain the urine output. تمام؟ اليورين أوتبوت تشيك تمام؟ عن طريق الصوندة مال إدرار فوليس كاثيتر. However, this is an hourly measure. يعني يحتاج لها ساعة أقل شيء على مود تعرفها. And does not give minute-to-minute view of the shock patient. يعني ما تعطيك يعني شلون نقول ملاحظات خلال دقائق. The level of consciousness يعني مستوى الوعي مالت المريض الـ mental state مالته is an important marker of the cerebral perfusion. فبالتالي نقدر نستخدم هذا الليفل اوف كونشسنس هو الامبو يعني نقدر نستخدمه بدل اليورين اوتبوت اذا احنا مستعجلين، بس هو الجولد ستاندر اللي هو الاصح شيء اليورين اوتبوت. هاي هنا أنا يعني الكلام حقيقه مو مهم اللي بقى بس خلينا نشوفه. يا يقول لك البيز ديفيسيت اند اللاكتيت لاكتيك اسيد از جنريتد باي سيل اندرجوينج ان ايروبيك ريسبيريشن، فبالتالي نسبته راح تزداد ماشي. The degree of lactic acidosis as measured by serum lactate. ممكن نقيس السيرم لاكتيت تمام. Level and or the base deficit. ما احنا ما راح يصير عندنا ارتفاع باللاكتيك اسيد، البيس راح تقل لانه يعني راح يصير الدم حامض اكثر. It is sensitive for both the diagnosis of shock and the monitoring. يعني هذا اللاكتيك اسيد ممكن نستخدمه بالدايجنوسيس، يعني ما مبين عليه انه هو المريض شوك. ممكن تشيك اللاكتيك اسيد ماله. اذا مرتفع هذا بالغالب شوك تمام. وبعدين ممكن نستخدم نفس القراءات مال اللاكتيك اسيد بالمونيتورنج، يعني اول ما اجى بالساعه الفلانيه كان هل قد اللاكتيك اسيد ماله خلينا نقول مثلا 5x، نطيناه فلويد ووقفنا النزيف وما اعرف شنو، ورا مثلا 3 ساعات شيكنا اللاكتيك اسيد لقينا 2x، معناته احنا بالطريق الصحيح. زين اذا لقينا 5x بعده معناته احنا ما جايين نعالج، يعني ممكن نستخدم بالمونيتورنج اللاكتيك اسيد تمام. الميكست فينوس اوكسجين ساتوريشن اللي هو هاي هنا يعني مثل ما قلت لكم اللي هو بالديستريبيوتيف شوك من الاكسجين هذا الشريان هنا، والاكسجين هذا طبعا هنا اكو فلويد عاليه وهذا النسيج. الاكسجين الموجود هنا ما جاء يقدر يعبر يوصل وين؟ ما جاء يقدر يعبر يوصل للنسيج. فبالتالي هو هنا ارتري، هذا الارتري راح بعدين يتحول الى فين، والفين راح يرجع للهارت. يقدرون شنو يسوون؟ يقيسون نسبه الاكسجين اللي راجع بالفين الموجود بالهارت. ياخذون عينه يشوفون نسبه الاكسجين الموجود بالرايت اتريوم. المفروض بالحاله الطبيعيه ماكو اكسجين هنا، يعني الرايت اتريوم المفروض كله ثاني الكربون، يعني احنا هذا معناته الانسجه خذت الاكسجين. بس بهاي الحاله راح نلقى الاكسجين ما ماخوذ، راح نلقى بالرايت اتريوم المفروض يكون دي اوكسجينيتد بلاد، لا راح نلقى اوكسجينيتد بلاد. هاي الفكره من عنده، يعني يقول لك الميكست فينوس اوكسجين ساتوريشن، هو فينوس اوكسجين ساتوريشن، هو الفينوس المفروض ما بي اوكسجين، الفينوس المفروض يكون دي اوكسجينيتد. هنا يقول لك the percent saturation of oxygen returning to the heart
from the body is a measure of the oxygen delivery and extraction by the tissue. Accurate measurement is via analysis of a blood drawn from a long central line placed in the right atrium. ناخذها من الـ من الـ من الاتريوم من الهارت. فيقول لك high max venous saturation أكثر من 70 are seen in sepsis. يعني راح نلقى نسبة الأكسجين الموجود بالرايت أتريوم بالبلاد الموجود بالرايت أتريوم أكثر من 70%. هذا معناته بحالة الديستريبيوتيف شوك اللي هي السبسز أو الأنافيلاكتيك شوك. تمام. and some form of distributive shock in sepsis there is disorder utilization of oxygen. مثل ما قلنا ما راح نقدر نستخدم الأكسجين at the cellular level and the arteriovenous shunting of blood at the microvascular level. تمام. حسنا نشوف هاي اللي يقول لك end point of a resuscitation. It is much easier to know when to start resuscitation than when to stop. يقول لك هو من السهولة إنك تعرف يمتى تبدأ resuscitation. يعني راح يجيك مريض مدعوم وجاي ينزف راح تبدأ resuscitation. بس يمتى تتوقف resuscitation؟ يقول لك من الصعوبة إنك تعرف الحد الفاصل. Traditionally, patients have been resuscitated. يعني إحنا نظل نسوي resuscitation وننطي fluid until they have normal pulse. يرجع النبض مالهم طبيعي. بين 60 إلى 100 والبلاد بريشر مالهم يرجع طبيعي واليورين أوتبوت مالهم يرجع طبيعي أكثر من 0.5 مل الكل كيلوغرام خلال ساعة واحدة. تمام. يلا نقول إحنا أتممنا الريسوسيتيشن مالنا إحنا عالجنا. تمام. هاي آخر صفحة بالمحاضرة مالتكم. طبعا هاي محاضرتين شرحكم إياها الدكتور بالكلية. أنا سويت لكم إياها فيديو واحد تقدرون تسوون أنتم تشوفون على جزئين تبدون تسرعون الفيديو على راحتكم. ومثل ما قلت لكم حاولوا لا تدرخون. يعني مثل ما قلنا إذا أنت حفظت الأشياء اللي بها الدياغنوسيس ما يحتاج ترجع تقرأ المونيترينج. هن نفسهن. إذا أنت قرأت الأمور مال المونيترينج إحنا نفسهن ما الدياغنوسيس. تمام. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار يقدرون تركونه بالتعليقات. وشكرا.